لم يرفع بنزيما كأس العالم 2018 ولم يشارك في نهائي تاريخي في 2022. حرمته فرنسا من المجد وحرمته تضحيته لسنوات مع ريال مدريد أن يكون أعظم مهاجم في التاريخ ليكون ظل لرونالدو. أفضل لاعب في العالم هذا العام قرر أن يتخلص من كل الضغوط وقرر الاعتزال الدولي علشان يصدر الضغط لديشام ويدفع بيه قريبا خارج المنتخب الفرنسي. لم يضغط بنزيما على منتخب بلده أثناء المونديال، مرضيش يعمل أي مشكلة، لم يعلن رحيله عن المنتخب إلا بعد البطولة. النجم الكبير لآخر لحظة بيضحي، ولك أن تتخيل لو كان بنزيما بجوار مبابي وجريزمان في المونديال ده، تخيل. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده كريم بنزيما يقرر الاعتزال الدولي. كريم بنزيما صاحب التاريخ الكبير مع المنتخب الفرنسي مع ريال مدريد يعتزل دوليا. خسرت فرنسا بكل تاكيد اسم كبير جدا جدا في عالم كره القدم، وخسرت كره القدم اسم رائع زي كريم بنزيما انه يبقى موجود على المستوى الدولي. بصراحه شديده بدات الحلقه النهارده بكريم بنزيما عشان شايفه اكتر لاعب في العالم مظلوم، مظلوم جدا، مظلوم من اول حتى ما انتقل لريال مدريد في 2009. مظلوم طول الوقت، مظلوم طول الوقت، ما بياخدش حقه. السنه دي بس، السنه دي بس افضل لاعب في العالم عن كل استحقاق وجداره. كريم بنزيما لم يشارك مع منتخب فرنسا في مونديال 2018 اللي فازت بيه فرنسا بسبب امور بعيد عن كرة القدم. في 2022 انضم لهذه القائمة واتقال انه مصاب وخرج من هذه القائمة، وعرفنا بعد كده الإصابة كانت خفيفة وكان يقدر يكمل مع منتخب فرنسا، والدليل انه اتدرب مع فريقه ريال مدريد بعد ما ساب المعسكر ولعب كمان مباراة ودية مع ريال مدريد. ظلم كريم بنزيما، مشاكله مع ديدي ديشامب اللي انا متاكد او مش متاكد متصور ان المخطئ فيها هو ديدي ديشامب. يعني ايه معاك افضل لاعب في العالم وما تاخدوش معاك المنتخب لاي سبب كان؟ خاصه ان معروف عن كريم بنزيما انه لاعب هادي مهذب ما عندوش مشاكل. يعني كريم بنزيما اتقال انه خرج من معسكر المنتخب الفرنسي باصابه، وبعد كده قبل المباراة النهائية نزل ستوري وقال فيها ان هو مش مهتم بعد ما اتقال انه الرئيس الفرنسي دعاه لحضور المباراة النهائية لفرنسا امام الارجنتين، واتقال انه مشكلة ديشام او مشكلة بنزيما الاخيرة مع ديشام سببها ان هو ديشام ما هنهوش بفوزه بجائزة افضل لاعب في العالم. بصراحة خبر حزين جدا وخبر مؤذي جدا، عشان كريم بنزيما ده يعني ايه عشرة كورة. لما انضم لريال مدريد في 2009 ظلم بوجود لاعبين ما كانوش عظماء في التشكيله وقتها، وبعد كده جاله هجوين، المهاجم المش عظيم ومش كبير مهاجم الارجنتيني يعني كان بياخد مكانه الاساسي في الفريق، ولما انضم كريستيانو رونالدو بقى كريم بنزيما لسنوات ظل لنجوميه واسطوره كريستيانو رونالدو. الناس تتحدث دائما عن كريستيانو رونالدو اللي بيكسب ريال مدريد وبينسوا كريم بنزيما اللي طلع رونالدو وقال انه لولا كريم بنزيما كان في امور كتيره في الشكل الهجومي لريال مدريد تغير. لما رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد بدا يظهر كريم بنزيما وكانه نجم اوحد للفريق، نجم اكبر للفريق. خسرت فرنسا بالتاكيد كريم بنزيما. بصراحه ظلم، ظلم جدا في كاس العالم 2018، ظلم جدا في كاس العالم 2022. ودي كانت نتيجة طبيعية لهذا الظلم. أرقام كريم بنزيما مع المنتخب الفرنسي هي أرقام رائعة جدا، لعب 97 مباراة، سجل 37 هدف وصنع 17 هدف، وترتيبه بين
هداف المنتخب الفرنسي الخامس. تخيل جيرو يبقى الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي وكريم بنزيما لا، طبعا عشان عدد المشاركات طبعا، مش تقليلا في جيرو ولكن احتراما لقدرات كبيرة وعظيمة لأفضل مهاجم في العالم كريم بنزيما. طيب نكمل النهاردة بعيد عن كريم بنزيما، في الدوري المصري الممتاز الجولة الثامنة كان في عدد من المباريات المهمة. سيراميكا كليوباترا بيتعادل سلبيا مع الداخلية، الداخلية اللي محققش أي فوز في الدوري هذا الموسم، والاتحاد السكندري بيرجع تاني لسكة الانتصارات أمام سبوحة ويفوز 2-0، وفيوتشر بيفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، وبيراميدز أمام أسوان بيسجل هدفين وهدف متأخر لأسوان ما يعملوش حاجة. أول مباريات هي مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية. سيراميكا كليوباترا والداخلية الأمور بالنسبة لسيراميكا كليوباترا مع الكابتن أحمد سامي واضح إنها مش ماشية بشكل مثالي، ولكن هو مدرب كبير ومعاه عناصر رائعة جدا. الداخلية يعاني كثيرا هذا الموسم، الفريق الصاعد حديثا أو العائد مرة أخرى للدوري الممتاز. الاتحاد السكندري أمام سموحة النهارده، طيب اللي هو امام حضراتكم هي مباراه سيراميكا كليوباترا والداخليه. فرص مش كتير، وان كان سيراميكا كان الافضل نسبيا يعني على المستوى الهجومي من فريق الداخليه، اللي زي ما بقول لك الداخليه يبدو انه كان محتاج تدعيمات اكتر من كده او يخش سوق الانتقالات الصيفيه بشكل افضل من كده، ولكن لسه المشوار طويل جدا، مشوار طويل جدا لكل الفرق. سيراميكا كليوباترا على العكس عمل تدعيمات عظيمه جدا، ولكن المستوى هذا الموسم مش افضل شيء يعني. سيراميكا كليوباترا حاليا في المركز السابع ب 11 نقطة. طيب نروح لمباراة الاتحاد السكندري وسموحة، ديربي الاسكندرية المتألق جدا مابولولو من الموسم الماضي، متألق جدا والموسم الحالي متألق جدا، سجل هدف متأخر للاتحاد السكندري في الدقيقة 79، وابراهيم حسن قتل المباراة تماما بهدف آخر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع الأهداف أمام حضراتكم. مابولولو واحد من رأيي من أفضل المهاجمين أو اللاعبين الأجانب الموجودين في الدوري المصري من الموسم اللي فات، بصراحة من الموسم اللي فات. وعلى طريق جوميز اللاعب السابق في الهلال السعودي بيحتفل بنفس طريقة النمر. ده الهدف أمام حضرتك، متألق جدا بصراحة، متألق جدا، عامل أداء رائع جدا مع الاتحاد السكندري، والاتحاد السكندري كسب كتير إنه حافظ عليه هذا الموسم. وبعد كده الهدف الثاني سجله إبراهيم حسن أمام حضراتكم. الهدف كان خلاص سموحة يعني كان واخد ريسك ومخاطرة كبيرة جدا في الهجوم مع نهاية المباراة عشان يحرز هدف التعادل، ولكن قدر الاتحاد انه يقتل المباراة تماما بهدف لابراهيم حسن. طيب دي مباراة حلو، فرحة جمهور الاتحاد السنة دي بصراحة. الصحيح الامور ماشية يعني على خط وبنسيب خط، بس الاتحاد ماشي بشكل معقول، معقول بصراحة، معقول جدا. نروح لمباراة فيوتشر وغزل المحلة، وفيوتشر تحسن كثيرا. صاحب الهدف عايز اتكلم عنه لوقت حلو يعني، باسم علي. باسم علي سجل هدف المباراه الوحيد لفيوتشر في الدقيقه 18. باسم علي اعاد اكتشاف نفسه هذا الموسم مع فيوتشر، وباسم علي اعتقد يعني، وبقول اعتقد يعني، ان هو واحد من افضل ظهراء الجنب اللي جم في الدوري المصري لسنوات. باسم علي ظهير ايمن رائع جدا، للاسف للأسف سوء حظ دايما ملازمه في الإصابات، ربنا يحميه السنة دي، بس هو اللي أخر مسيرته وما حطوش في مصاف النجوم الكبار. نجوم كبار أنا لما أتكلم عن نجوم كبار يعني يبقى راجل مؤثر مع منتخب مصر، بس هو ظهير أيمن جيد جدا. ده مش نظرتي يعني، مش نظرتي أنا الفنية يعني، بس دي نظرة كل المدربين اللي اشتغلوا معاه، دي نظرة كل اللاعبين اللي لعبوا معاه، دايما يتحدثوا عن باسم علي انه موهبه
كبيره جدا لولا الاصابات الكثيره اللي خلته يبتعد كثيرا عن الملاعب، لكان في مكانه افضل من كده كثيرا. وان كان هذا الموسم وربنا زي ما قلت لكم ربنا يحميه ان شاء الله الموسم ده ويكمل اداؤه الرائع جدا مع فيوتشر هذا الموسم. طيب معانا عبر الهاتف الان كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر اخبارك ايه؟ كريم حبيبي وحشني. عامل ايه انت اللي وحشني جدا جدا. انا عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه بالمناسبه يعني. قول. كنت بفرج اصدقائي امبارح طلع لي في الميموريز على الفيسبوك فيديو بتاع حضرتك وانت جايب العربيه وجايب لي الفطار انا وعم حسين طيب الذكر. فاكر الفيديو العظيم دوت؟ ايوه شفت لما وديتني مشوار عشان اجيب لكم فطار. عشان انت يعني كنت مدلعنا بصراحه. وحشنا يا كابتن عبد الظاهر اخبارك ايه؟ حبيبي حبيبي والله وانت كمان والله الحمد لله. يا رب دايما. فيوتشر النهارده اداء جيد، كنت اتحدث بدايه عن باسم علي كمان الراجل اللي حظه وحش في الكوره رغم الموهبه الكبيره اللي عنده، وبقول انه ربنا يحميه هذا الموسم يفضل مادي المستوى الرائع ده مع فيوتشر السنه دي. اضم صوت لصوتك طبعا باسم، كمان غير كده كمان الشخصيه يعني الشخصيه صحيح. المحترمه المؤدبه مع اسمه الكبير ده، بس ما تسمعلوش صوت يعني دايما كده اروح اهزه عشان يتكلم يعني. حد جميل جدا وحد كمان من اللعيبه الكبار زي ما انت بتقول يعني. صحيح. في رضا عن مين؟ الفراشه، خلي بالك الفراشه. الفراشه طبعا هو فراشه بصراحه يعني اداؤه في الملعب فراشه. فراشه. فيوتشر في رضا عن اداؤه السنه دي يعني راضي على الاداء فيوتشر؟ هو ده الطموحات، هو دي النتائج اللي انتوا كنتوا عايزينها، ولا متضايق من النتائج او الاداء؟ لا طبعا من النقط، لا طبعا ما فيش شك ان النقط هايله جدا يعني. حلو. بدانا احسن من السنه اللي فاتت بشكل كبير جدا، مع ان احنا كسكواد او مجموعه من اللعيبه كنا دايما عندنا نواقص في كل ماتش بسبب الاجهاد وسبب ان احنا ما ريحناش كفريق يعني. بعد السيزون اللي فات طبعا كان مجهود كبير جدا طبعا الماتش السنه اللي فاتت. لا طبعا رضا على النقط، لكن طبعا الاداء والشخصيه موجوده الحمد لله رب العالمين. لكن كاداء لسه دايما الكابتن علي او احنا دايما بنذبح من الاحسن من كده، دايما بنذبح الاداء والاهداف واللي احنا عودنا عليها الناس من السنه اللي فاتت، لكن الاصابات اللي عندنا هي اللي فعلا مأثره علينا بشكل كبير جدا. صحيح. المنافسه الموسم الماضي على المربع الذهبي الموسم ده نفس الطموح؟ اكيد طبعا، اكيد الموسم ده طبعا ان انت تبقى دايما محافظ على مكانتك وعلى على على مع الكبار زي ما بيقولوا على المربع الذهبي، وان انت تكون موجود دايما في المنافسه، وان انت دايما ما تبقاش تقل عنها. صحيح. وان انت حتى وانت ناقص وانت مش كويس ما تخسرش، وده شيء مهم جدا خلي بالك، وده من صفات اللي احنا اكتسبناها السنه دي عن السنه اللي فاتت، ان انت وانت حتى عندك نواقص ومش في حالتك ما بتتغلبش، بتكسب بتتعادل يعني. الحمد لله 7 ماتشات 5 مكسب و2 تعادل فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وتعب طبعا من الجهاز الفني واللاعبين طبعا، لكن انت عرفت طريق الفوز وازاي تكسب، وازاي ال3 نقط في الوقت ده يا كريم مهمين جدا 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 جدا، وخاصة النهارده كنا بنلعب فرقة كبيرة، فرقة دخلنا الموسم بشكل تاني خالص تماما. صح. بيحققوا نتائج هائلة جدا، عندهم مفاتيح لعب وعندهم هداف الدوري، وطبعا النهارده كنا احنا مذاكرين وهم مذاكرين بشكل كبير جدا. بحي نادي المحلة، نادي كبير ونادي عريق، عامل لحد الآن موسم هائل جدا. صحيح. كان صعب جدا النهارده على الارض، لكن كانت وجبه كرويه كويسه جدا جوه الملعب تكتيكيا يعني. مظبوط. طيب عايز اسالك على ناصر ماهر، ما بيشاركش ليه؟ غايب ليه؟ لا ناصر كان عنده حس بالاصابه القديمه، الكابتن ريحه لفتره شويه، وبعد كده دخل في تاهيل تأهيل البرنامج التأهيلي بتاعه عشان ينزل ماتشات، لكن الحمد لله من الأسبوع الجاي يكون معانا بإذن الله إن شاء الله. مجموعة الكونفدرالية معاك بيراميدز ومعاك الجيش الملكي، مشاركة أولى الفيوتشر في هذه البطولة، مجموعة قوية جدا بالتأكيد وعينيكم عليها.
طبعا مجموعه قويه معاك فرقتين سواء الجيش الملكي سواء بيراميدز، طبعا الاثنين فرقتين كبار. بيراميدز وصل النهائي وعمل مباراه كويسه جدا في الكونفدراليه ووصل لمرحله كبيره جدا. الجيش الملكي له تاريخه بقاله سنتين متطور بشكل كبير جدا، هو اول الدوري حاليا من 8 ماتشات، يعني هو اول الدوري على الوداد والرجاء كل الفرق وعامل مباريات هائله جدا، ففرقه كبيره برضه. دكار برضه فرقه مش سهله خالص، تاني الدوري بتاعها صعوبتها طبعا عندهم انت عارف افريقيا والاجواء بتاعت افريقيا، لكن احنا سنه اولى افريقيا والحمد لله لحد الان احنا نوصل للمجموعات، ده انا شايفه ان هو حاجه كويسه، لكن احنا ان شاء الله رب العالمين نقدر نوصل لابعد حاجه باذن الله. طبعا بيراميدز ومعانا طبعا بيراميدز طبعا بتصعب المأموريه على الكل واحنا كمان، فان شاء الله نصعد احنا الاثنين باذن الله يعني. ان شاء الله. هل طلب النادي الاهلي قطع ايرادات اي من لاعبيه كريم نيدفيد، مصطفى البدري، سعد سمير في يناير، ولا الامور اللاعبين يعني مستمرين مع فيوتشر؟ لا لحد الان ما فيش حاجه وصلت، ما فيش حد اتكلم معاك؟ لا لا مش حد لسه. طيب كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساقة المدير الرياضي لنادي فيوتشر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ودايما اتحدث عن منظومه نادي فيوتشر انها منظومه ناجحه جدا عشان كل واحد في المنظومه دي بيشوف شغله بطريقه سليمه. اسم كبير بالتاكيد الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساقة، ومعاه مدير فني رائع جدا الكابتن علي ماهر، ومجموعه رائعه جدا من اللاعبين. طيب نكمل. بيراميدز واسوان النهارده، بيراميدز قدر يفوز على اسوان 2-1 وتالق كثيرا في هذه المواجهه. مصطفى فتحي اللي سجل الهدف الاول في الدقيقه 52 وصنع الهدف الثاني لمحمد حمدي في الدقيقه 64، والاهداف امام حضراتكم، هدف اول لمصطفى فتحي عامل موسم رائع جدا، وانا رايي ان ده هو افضل صفقه في الدوري هذا الموسم في الدوري المصري، افضل صفقه اي النادي جاب لاعب. فبيراميدز كسب مصطفى فتحي بصراحه عامل موسم رائع جدا جدا مع بيراميدز، بيسجل الهدف الاول وبيصنع الهدف الثاني وبيفوز كمان بجائزه افضل لاعب في المباراه. بعد كده ديليسون كاموني سجل هدف التضييق الفارق ليه اسوان، ولكن في وقت متاخر جدا في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وما قدرش اسوان طبعا يرجع في النتيجه مع الوقت المتبقي من هذه المواجهه. تعالوا بقى، امبارح ما اتكلمتش في هذا الامر عشان نهائي المونديال وفرحه ميسي الارجنتين ومباراه رائعه وعظيمه وتاريخيه بين الارجنتين وفرنسا وكل التفاصيل دي، بس من ساعه ما حصلت الحكايه دي وانا عايز ادردش مع حضراتكم فيها في جزء ما. انا اتحدث عن ازمه قفشه مع النادي الاهلي عشان ما بالغش، ما نعتبرهاش ازمه، الحكايه اللي حصلت بتاعت مجدي قفشه وضربه الجزاء اللي خد الكوره وسدد هو وضيعها والاهلي يتعادل واللي حصل في هذه المواجهه. تعالوا الاول اقول لكم التفاصيل اللي حصلت في الايام اللي فاتت، وبقول بعد كده هحاول اقول لكم رايي ممكن ما يكونش سمعتوه قبل كده، مجرد رايي بس. تعالوا الاول نشوف التفاصيل دي، كل الكواليس، يلا بينا. اولا بدات ازمه قفشه في الاهلي خلال مباراه فيوتشر بعد ان تقدم لتسديد ركله الجزاء التي حصل عليها الفريق في الدقائق الاخيره من عمر المباراه، متخطيا التونسي علي معلول المسدد الاول لركلات الترجيح، حيث ان هناك روتين في القلعه الحمراء الاولى ان قفشه حصل روايتين في القلعه الحمراء الاولى ان قفشه حصل على الكره متخطيا دوره، والثانيه هو تنازل معلول عن التسديد لقفشه. مش هنخش في الروايتين. ثانيا عقب المباراه قام اللاعب بتقديم اعتذار للجهاز الفني وزملائه على جروب الفريق ببرنامج واتساب، وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالحديث مع قفشه وابلاغه بتوقيع غرامه ماليه عليه لن تكون معلنه تقديرا لعدم اثارته اي ازمات مع الفريق، وكونوا لاعبا ملتزما طوال الوقت. وبالفعل تقبل قفشه العقوبه وصارت الامور بشكل جيد. موقف محترم من النادي الاهلي،
موقف محترم وبصراحة شديدة وبصراحة شديدة وبأمانة. أفشة مش من اللعيبة اللي بتعمل أي مشاكل، يقعد على الدكة يلعب أساسي، ما عندوش أي مشاكل مع النادي الأهلي وما سمعنلوش أي مشكلة. فالموقف اللي عمله النادي الأهلي حتى هذه اللحظة هو موقف محترم. احنا كنا كلنا عرفنا أنه الأهلي عاقب أفشة، ولكن ليس الكلام ما كانش معلن بشكل رسمي. نكمل. ثالثا، في الساعات الماضية قام أفشة بنشر ستوري على انستجرام حمل فيها بعض التلميحات التي لم يقبلها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فور إرسال إليه صور من ستوري أفشة، وقام فورا بالتواصل مع اللاعب ومعاتبته، خصوصا بعد أن تسببت الستوري في وجود حالة غضب بين جماهير الأهلي. اتمسحت على طول الستوري دي على انستجرام، وهو كان حاطط صورتين وهو في الجيم وبيقول فيها يعني بما فيما في يعني فيما معناه يعني أنا جامد، أنا مش فارق معايا اللي بيحصل، أنا يعني الحاجات اللي هي إيه اللي فيها أنا مش سامعكم يعني في الأداء ده. هو مسحهم على طول بالمناسبة، مسحهم أكيد بعد ما جماهير النادي الأهلي انتقدته وهجمته، طبعا أكيد الجهاز الفني للنادي الأهلي تدخل في هذا الأمر. نكمل. رابعا، قام الكابتن سيد عبد الحفيظ بإبلاغ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بما فعله أفشة، وطلب بيبو منه مضاعفة العقوبة التي سبق وتم توقيعها على اللاعب ونشرها في الموقع الرسمي للنادي الأهلي وصفحات التواصل الاجتماعي بعد أن كانت في البداية عقوبة غير معلنة ووفقا للائحة فقط. يعني أنا يا عم أفشة ما زعلتش منك قوي لما ضيعت ضربة الجزاء ولما خدت ضربة الجزاء أو تخطيت دورك. هو طبعا الأهلي ما عاقبش أفشة عشان ضيع ضربة الجزاء، هو عشان تخطى الدور من نفسه مش هو الجهاز الفني اللي قاله، فعاقب أفشة سريا طبقا للائحة، ما أعلنش الكلام ده على الموقع الرسمي، ما أعلنش ده على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلى الموضوع إيه بيننا وبين بعض. أنت هتتعاقب عشان عملت خطأ بس محدش هيعرف بيننا وبين بعض. فيروح أفشة منزل ستوري على انستجرام فيستفز الجهاز الفني للنادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي اللي إحنا تعاملنا معاك بهدوء وما عملناش شوشرة زي ما بيقولوا. فراح الراجل قرر يعمل الستوري اللي زي ما قلت لكم كان فيها شوية كلام ممكن يبقى مستفز الجماهير النادي الأهلي، عشان كده الأهلي قرر مضاعفة العقوبة وإعلانها على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي. نكمل. خامسا، خلال الساعات الماضية وأثناء الجلسات التي عقدها السويسري مارسي كرة المدير الفني للفريق مع اللاعبين، تحدث عن موقف أفشة وقال أن ركلة الجزاء الضائعة لن تؤثر على مشاركة اللاعب مع الفريق وأنه سيدفع به إذا ما احتاجه في المباريات بشكل طبيعي. ونحترم جدا في مارسي كولر الكلام ده، لاعب أخطأ يتعاقب على قد الخطأ اللي هو إيه الخطأ؟ إنه تخطى دوره في ضربة الجزاء، نزل ستوري ما كانتش المفروض تنزل، مش حكاية كبيرة وضخمة إنك تخسر لاعب فنيا في الملعب. فخلاص الراجل اتغرم طبقا للائحة واتضاعفت العقوبة، بس أنا كمدير فني مش لازم أخسره فنيا في الملعب عشان الفريق هو اللي هيتأثر مش اللاعب اللي هيتأثر. فده موقف ذكي من مارسيل كولر. آخر حاجة ودي مهمة وممكن تكونوا بتسمعوها لأول مرة، بخلاف أزمة ركلة الجزاء أمام فيوتشر، هناك أمر آخر تسبب في حالة غضب من إدارة النادي الأهلي اتجاه أفشة، وهو عرض من نادي الباطن السعودي لضم اللاعب، حيث يرفض النادي الأهلي مناقشة العرض من الأساس لضعف قيمته المالية بالنسبة للنادي، إلا أن أفشة يقوم بدفع وكيله لمطالبة مسؤولي النادي الأهلي بمناقشة العرض، خصوصاً وأنه سيحصل على مقابل مالي جيد، وهو ما علمته إدارة النادي الأهلي وتسببت في غضب كبير اتجاه اللاعب. عنده عرض وعايز يمشي ليه؟ عشان عايز ياخد فلوس أكتر في النادي، عقده هو يعني النادي الأهلي مش هياخد مقابل كبير لكن هو هياخد عقد كبير. أفشة مش من اللعيبه اللي بيعتمد عليها اساسي طول الوقت كولر، وان كان بيشارك كتير مع مارسي كولر بس مش اللاعب الاساسي اللي كان في سنوات ماضيه هو بيلعب والباقي وباقي الفريق بيتبني عليه. لا، هو بقى بيلعب شويه، برونو سافيو بيلعب شويه، يعني مش اساسي في كل المباريات. طب ممكن يكون دي حاجه بتخليه يفكر انه عايز يمشي، ممكن ما اعرفش، ممكن يكون عشان بس دي معلومه اكيده انه عشان مقابل مادي اكبر، دي المعلومه الاكيده، لكن هو متضايق ولا مش متضايق ما بيظهرش ده، وده شيء مبدئيا كده نشيد بيه في اتجاه أفشة ان هو
الراجل ما بيعملش. انا ما سمعتش لقفشه قبل كده ازمه يا جماعه انا نجم انا اقعد على الدكه ليه، انا عايز امشي، انا مش عاجبني الوضع، انا مدير فني مضايقني، ما بيعملش اي ازمات احقاقا للحق. ما هو مش هنستنى بقى ايه غلطه ونقول قفشه ده كارثي وازاي وراح لسكه مش عارف، وبدا الناس يقول لك راح لسكه مش عارف مين، ما فيش بالراحه، هو غلط غلطه، فالغلطه دي ما ينفعش تمنها عمره كله يعني، وغلطه مش انا مش شايفها كارثيه، هي غلطه اي نعم خسرت الاهلي نقطتين بس مش كارثيه، عشان كان ممكن اللي صاحب المركز الاول في تسديد ضربات الجزاء كان ممكن يخش يسدد ويضيعها برضه بالمناسبه يعني، بس هو خطا اكيد خطا بس مش ذبح يعني. دي حكايه قفشه ولي راي فيها يخص قفشه وغير قفشه. يا جماعه مفيش جهاز فني لاي فريق كبير في العالم دلوقتي ما فيهوش طبيب نفسي. يعني النادي الاهلي لازم يبقى عنده طبيب نفسي والاهلي عملها قبل كده. الزمالك لازم يبقى فيه طبيب نفسي. غزل المحله لازم يبقى فيه طبيب نفسي. زي الطبيب كده بتاع العضلات لازم يبقى فيه طبيب نفسي. منتخب مصر لازم يبقى فيه طبيب نفسي. يا جماعه طبيب نفسي ده ما بقاش حاجه اللي هو ايه؟ لا لا عيب. عيب ايه ده؟ احنا اللعيبه بتاعتنا يعني ما زي الفل كويسين. ليه بقى الطبيب النفسي ده مهم؟ على فكره النهارده بالمناسبه يعني شيء بشيء يذكر، كنت قاعد مع بعض الاصدقاء نتحدث عن هذا الامر، بقول له كل الناس في الكون عايزين طبيب نفسي، دي مش حاجه عيب. هو الفكره الطبيب النفسي ده ايه؟ داخل في حته معلش انا بعيده شويه عن مجالي، بس هو طبيب نفسي ايه؟ انت لما بطنك بتوجعك بتروح لدكتور بطنه، لما ظهرك بيوجعك بتروح لدكتور عظام. انت يعني الامور النفسيه دي كلنا يعني عندنا حاجات في نفسيتنا وتعبانه ومزعلانا. دي ما بتعملناش الم في الم عضوي. بس بتأثر على حياتنا كلها وبتأثر على أفكارنا وبتأثر على شغلنا وبتأثر على قراراتنا. أهو ده بقى بيحصل أكتر بكتير للعيبة كورة فجأة وهم في العشرينات من عمرهم بيبقوا نجوم معاهم فلوس كتير جدا جدا ماشيين في ملايين الناس بيتصوروا معاهم، ده بيعمل لهم حالة صدمة حتى لو ما حسوش بيها بشكل مباشر، بس بتأثر على قراراتهم على أفكارهم على شغلهم وبتخليك تخسر نجوم انت شايفها نجوم عظيمة. انا مش بقول ده عشان قفشة، بس قفشة محتاج ده وانا محتاج ده، صالح جمعة كان محتاج ده، شيكابالا في وقت من الاوقات زمان، دلوقتي خلاص الراجل بقى قائد لنادي الزمالك، بس زمان كان محتاج، كنا ممكن نخسر موهبة عظيمة، ابراهيم سعيد خسرناه، اسماء انا بقى اللي بيجي في بالي بقولهم دي ناس محترمة، كل الاسماء اللي انا قلتها دي ناس محترمة جدا ولعيبه كبيره جدا وشخصيات يعني شخصيات عاقله جدا، ده ما يمنعش ابدا ابدا اللي معاهم دكتور نفسي. محمد صلاح معاه دكتور نفسي في ليفربول عادي. الموضوع ما بقاش حاجه كماليات في الجهاز الفني او في النادي، الدكتور النفسي او الطبيب النفسي بقى ضروره قصوى. ما ينفع انت عارف الحكايه ايه؟ انت عندك لعيب قيمته ملايين الجنيهات او ملايين دولارات ممكن تخسره عشان انت مش عايز تدفع مرتب طبيب نفسي في الشهر، كل شهر كده تدي له رقم تخسر لاعب بملايين. يقول لك لا لا ما هو اصل في مدير كوره وفي مدير فني بيعرف يتعامل مع اللاعبين. لا هو مش متخصص، هو بيجتهد يعني. ممكن عارف تقول لي ايه؟ انا بروح اقعد مع واحد صاحبي لما بقعد معاه بهدى شويه. يعني ممكن تحصل استثناء لكن عمرها ما تبقى قاعده. لكن الطبيب اللي فاهم شغله اللي عارف هو بيعمل ايه اكيد هو اللي بيفرق. ففكرة الطبيب النفسي مش كماليات. يا جماعة خسرنا ناس كتيرة ونجوم كتيرة، أنا قلت لك بعض الأسماء اللي جم على بالي. بس في أسماء تانية كتير قوي قوي خسرناهم بنفس الطريقة، كان مواهب عظيمة جدا، مواهب عبقرية جدا، فاكرين؟ يعني هو واحد من نجوم الدوري دلوقتي بس أنا هقول اسمه يعني. باسم مرسي في الدوري المصري 2014 كان أحسن لاعب في الدوري. وهداف الزمالك ومهاجم منتخب مصر، ونتحدث عن مهاجم موهبه عبقريه خليفه متعب وعمرو زكي وعبقري وكل حاجه. فجاه ولا حس ولا غبر. يعني لسه بيلعب وبيأدي بس ما كانش هو الموسم بتاع 2014 2015 ده اللي كان مع الزمالك. خلاص خلص. وقلت لك على صالح جمعه، وقلت لك على ابراهيم سعيد، وقلت لك على عمرو سمير، قلت لك على يعني الاسماء اللي بتيجي في بالي والله وناس كتير. ده نقطة
دي نقطة في منتهى الأهمية. أنتوا عارفين يا جماعة، هديكم مثال بسيط. أنا راجل مثلا، يعني حضرتك كان دخلك مثلا في السنة، في السنة يعني 20,000 جنيه في السنة، بتاخد يعني ايه مرتب في الشهر مثلا 1800 جنيه 2000 جنيه في الشهر، وفجأة من ال 20,000 جنيه دول جيت قلت لك أنا هديك 20 مليون جنيه في الموسم في السنة، خضة. خضة ليه بقى؟ دي طبيعة حياة بتتغير وانت شخصيتك بتتغير، ده كلنا حتى لو ما بنحسش بده. يعني انا قلت لك انت لو حصل كده هتقولي لا انا مستحيل اتغير، هتتغير. ده كله بيبقى محتاج ايه؟ محتاج طبيب نفسي يبدا يتعامل مع التغيرات اللي بتحصل معاك على المستوى المهني، على المستوى المهدي المهني والمادي طول الوقت، طول الوقت. ما انت برضو النهارده بتاخد في السنه 20 مليون، ممكن السنه اللي جايه تاخد 40 مليون، ففجاه برضو حياتك بتتغير تاني وهكذا. وانت عندك كام سنه؟ 22 23 24 25 سنه. فغصب عنك هتغلط وتحس بايجو كده وغرور، غصب عنك. شوف بقول لك ايه، غصب عنك، مش بقول لك الناس دي وحشه. هتقولي لا بس ما في ناس تانية ما بيحصل لهمش كده. ما هي دي مش القاعده. والا كانوا الانديه الاوروبيه الكبيره اللي ثقافتهم متطوره شويه، اللي عندهم حاجات وتفاصيل اخرى عننا، ما كانوش جابوا اطباء نفسيين في فرقهم. يعني بايرن ما كانش جاب طبيب نفسي، ليفربول ما كانش جاب طبيب نفسي، ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر وكل الانديه العظيمه دي ما كانوش جابوا بقى. ده اللعيبه دي متربيه في اوروبا وعايشه مش عارف عيشه عامله ازاي، ومن هم صغيرين بياخدوا فلوس عامله ازاي. لا، مفيش واحد ما بيتاثرش. كريستيانو رونالدو عنده طبيب نفسي في فريقه، ليونيل ميسي عنده طبيب نفسي في المنتخب الارجنتيني. ده محتاج طبيب نفسي؟ محتاج. ما بالك انت بقى ليونيل ميسي محتاج؟ لعبتنا اخبارهم ايه؟ ففكره بقى خلاص، احنا الناس دلوقتي ما شاء الله بقينا متطورين وعندنا تقدم في اللعبه وفي تفاصيل كثيره، وبقى عندنا محلل اداء، وبقى عندنا خبير تغذيه، وبقى عندنا الناس بتاعت بدني. الطبيب النفسي ما بقاش حاجه، هو عمره ما كان حاجه عيب، بس خلاص اقصد بما اننا ثقافتنا تطورت فاحنا فهمنا ان الطبيب النفسي ده مش حاجه عيب، عشان ما نخسرش قفشه مثلا. هو ده مش نجم كبير في النادي الاهلي؟ مش نجم كبير في منتخب مصر؟ ايه اللي يخلي الراجل زي ده يقرر ياخد الكوره من نفسه ويشوط ضربه جزاء حاسمه في هذه المباراه كان المفروض الاهلي يكسب بيها، وما يفكرش انه ممكن يعمل مشكله لفرقته، ما يفكرش انه ممكن يعمل مشكله لنفسه لو ضاعت؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ ايه اللي يخليه ينزل ستوريز على انستجرام فيها حاجه ممكن تستفز الجماهير؟ عشان ما حدش قال له بص لو استفزيت من الجماهير او حد انتقدك او هاجمك ما تردش، خليك هادي، تواضع، ما تحسش ان انت نجم، يبقى عندك ثبات انفعالي. مين هيقول له الكلام ده؟ مين هيقوله له؟ وعلى فكره، وانا ممكن لو قابلت قفشه بكره اقول له خد بالك ما تبقاش تعمل 1 2 3 4، بس انا مش هقابله بعد بكره. لكن الطبيب النفسي ده معاه كل يوم، كل يوم هيتكلم معاه، كل يوم هيدردش معاه، هيروح يقول له. يعني مثلا انا لاعب في النادي الاهلي او في نادي الزمالك، وحسيت ان عندي ضغط جماهيري كبير او ضغط من الاداره او ضغط ان انا ما باخدش فلوسي او باخد فلوس قليله، وعندي ردود افعال حاسس ان انا هطلعها، انا والله هطلع بكره في الاعلام اقول انا ما باخدش فلوسي، والله هطلع دلوقتي على السوشيال ميديا ههاجم الجماهير، هروح اعمل ايه؟ اول حاجه هفكر فيها بدل ما اعمل كل ده هروح اسال الطبيب النفسي، اقول له والله انا متضايق دلوقتي ومتنرفز قوي مش عارف اعمل ايه، انا خايف اطلع اقول واعمل مشكله ومش عارف ايه وبتاع. فالطبيب النفسي يقول له لا انت محتاج مش عارف تعمل كذا وكذا، مش هقول انا عشان انا مش طبيب نفسي، تعمل كذا وكذا 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 وكذا، فيبقاش عنده مشكله، فيركز في الملعب، فيبقى نجم اكبر، ويفضل في الملاعب اكتر وقت ممكن، فمنتخب مصر يستفيد منه، يحترف بره عشان عقليته تطورت. تفاصيل كبيره. فبصراحه اي نادي او اي فريق ما عندوش طبيب نفسي دلوقتي خطا كبير، على الاقل يعني، على الاقل يعني في الوصف يعني خطا كبير. طيب انا من الحاجات المهمه جدا كان في انه في الهدف بتاع الارجنتين في مباراه امبارح امام المنتخب الفرنسي، احد اهداف المنتخب الارجنتيني اللي هو الجول الثالث تحديدا، اتقال ان في 2 لعيبه دخلوا يحتفلوا مع الهدف الثالث للارجنتين قبل ما ضربه الجزاء تتلعب،
وناس قالوا ده حسب صحيفه ليكيب الفرنسيه يعني انه الهدف كده غير شرعي. هي الصوره امام حضراتكم ضربه الجزاء وفي اتنين لعيبه داخلين مع ضربه الجزاء قبل ما تخش الشبكه بيحتفلوا. لا ده الجون اللي جابه ميسي. ده الجون اللي جابه ميسي، ده مش ضربه الجزاء، ده الجون الاخير كان في الوقت الاضافي واللعيبه شايفه الكره وهي داخله جون، هم بيجروا جوه الملعب قبل ما الكره تدخل الشبكه والصوره واضحه اكتر اهي امام حضراتكم. طيب هل هدف شرعي ولا مش شرعي؟ نسال وان كنت انا عارف الاجابه، بس طبعا 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 ناخدها من الكابتن الكبير كابتن جهاد جريش، احسن ما اقول انا ويطلع فتي ولا حاجه فيبقى شكلي وحش. كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله فضل ونعم. النهارده اللقطه دي اثارت جدلا كبيرا وصحافه فرنسيه تحدثت عنها انه الهدف غير شرعي، هدف ميسي الثالث اللي جه في الوقت الاضافي، وكان في لعيبه من الارجنتين داخلين يحتفلوا جوه ارض الملعب قبل ما الكوره تدخل الشبكه. هل الهدف هنا شرعي ولا هدف مش شرعي؟ بص يا كريم، ما دام اللي ده اسمه عنصر خارجي او عبودلاء مسميين، ما دام ما فيش تاثير على اللعب اللي موجود وبالتالي كانهم مش موجودين تماما، ده مفيش تاثير تماما على اللعب على اللعب النشط اللي موجود وبالتالي كما لو كانوا مش موجودين تماما، وبالتالي مفيش اي تاثير على الهدف ومفيش اي تاثير على قانونيه الهدف والهدف صحيح وقانوني مفيش مشكله خالص. الله عليك يا كابتن جاد، والله كنت اقول كده بس يعني قلت خفت افتي ولا لا حاجه. لا هو لا انت بس انا كنت اقول كده. ما شاء الله عليك تقول احسن مني. لا العفو، يعني انا كنت اقول كده عشان متعلمها منك. اعتبروا او بدلاء مسميين كده كده مش مؤثرين على الهدف وبالتالي ما فيش اي تاثير من اي نوع، زي القصه دي يا كريم بالظبط. نقولها للناس بمنتهى البساطه، لو في كره ثانيه في الملعب والكره ديت في مكان بعيد خالص عن الكره الاساسيه وغير مؤثره على اللعب، الحكم مش هيوقف اللعب وهتستمر اللعب الا ان تخرج الكره دي في اي وقت من الاوقات، وبالتالي الكره دي مش مؤثره على قانونيه اللعب اللي موجود او قانونيه جون لو تم تسجيل جون، وفي كره ثانيه في الملعب مش مؤثره وبالتالي ما فيش بقى اي تاثير على اللعب وعلى قانونيه اللعب. طيب كابتن جهاد، انت رايك ايه في التحكيم بشكل عام في المباراه النهائيه، كنت شايفه ازاي؟ بص، مارسينيانكا عمل تجربه جميله جدا في الماتش، يعني انا ما اختلفتش معاه في اللقطتين اثنين، بس كان فيهم اتاحه فرصه كانت وجوبيه، حسب فيهم فاولين وادى انذار، وكان الفاولين دولت ممكن انذار يتاخر شويه ويعمل فيه تحت فرصه ايجابيه في المباراه، لكن غير كده الراجل ادى اداء تحكيمي مميز. يعني ما اختلفناش معاه في قرار فني، ما اختلفناش معاه في قرار اداري، ما اختلفناش معاه حاجه في الملعب، انا بقول لك بس تحكيم فرصه في نص الملعب، مش هنقول انهم مؤثرين خالص، لكن في الاخر بنتكلم على ركلتين جزاء محتسبين او ثلاث ركلات محتسبين بصوره صحيحه، موجود فيها خطا، موجود فيها الخطا ما يقدرش الفار يتدخل لان مفيش فيه خطا واضح باحتساب ركله الجزاء، وبالتالي مفيش تدخل تمام من الفار، الراجل لعب ما يزيد عن 120 دقيقه بدون تدخل من الفار، نجاح كبير للطاقم التحكيم في النهائي، شال اثار اللي احنا شفناها في ثالث ورابع، شال اثار اللي احنا شفناها في ماتشات دور الثمانيه دور ال 16 كان في اخطاء موجوده في ماتشات بصوره كبيره، وبالتالي في النهائي كانت النهايه صوره مميزه في كل شيء سواء تنظيميا تحكيميا، ماتش مثير يعني في كل الحاجه في المباراه شكلها حلو. هايل. طيب كابتن جهاد، من الحاجات اللي كانت ملفته قوي في التحكيم في المونديال موضوع الوقت الضايع وفكره انه تطبيق الوقت الضايع بحذافيره يعني في هذه البطوله، في دول اوروبيه كثيره تحدثت انها تطبق هذا الامر في دورياتها، حتى السعوديه قالت كمان انها تطبق هذا الامر في الدوري بتاعها، هل ينفع نعمل ده في مصر؟ هل هناك ما يعوق ان ده يحصل في مصر؟ هو مش يعوق يا كريم، احنا بنتكلم بس على العقليه اللي ممكن الناس تشوف بيها الوقت بدل الضايع، احنا انا على فكره الحق يطبق ويطبق على الجميع ما دام في عندك وقت تضيف ما فيش مشكله. لكن انا بتكلم على العقليه اللي في الدوري المصري والناس في مصر وزود دقيقتين وثلاث دقائق واربع دقائق وجاب فيهم جون مؤثر ولا حاجه، انا بتكلم انا مش عاوز ازود ضغوط على حكامي، لكن في نفس الوقت بتكلم العداله مطلوبه، العداله كل واحد ياخد حقه. زاد 10 دقائق، زاد 5 دقائق، زاد 4 دقائق، احسبهم. بس بدون مبالغه وبدون ما نزود يعني حاجه زياده على الزياده برضو تبقى حاجه معقوله، لكن في 7 دقائق ادي 7 دقائق، في 10 دقائق ادي 10 دقائق، في الاخر العداله مطلوبه طول الوقت ان كل واحد ياخد حقه. والله انت قلت، والله قلت كلام لطيف جدا يا كابتن جهاد، موضوع العقليه، وان احنا فعلا لو انت حكم حسب 12 13 دقيقه هيقول لك الحق
ده حط 12 او 13 دقيقه عشان الفرقه الثانيه تجيب جول. طيب ايه هي المعايير اللي اشتغلوا بيها في المونديال خلوهم او خلاهم يطبقوا التقنيه ديت من غير ما المنتخبات تعترض؟ العقليات هناك برضو، مع العقليات برضو هناك كانوا بيعترضوا على التحكيم عادي، ايه اللي خلوه اللي خلاهم ما يعترضوش على هذا الامر؟ ما هو اكيد في معايير، المعايير ديت ما خلتش حد يتضايق. طيب انا هكلمك في واقع حصل في المونديال وحاجه مسجلها عندي. احنا في الادوار التمهيديه كان العشرة والثمانية والثلاثتاشر والاربعتاشر بتطبق. جينا في الماتشات المؤثره والاساسيه دور الستاشر دور الثمانية قبل النهائي ما كانش عندنا الا مره واحده بس عملنا فيها 8 دقايق، غير كده كانت 4 و3 و2 و1 اللي هو الطبيعي اللي بنشتغل عليه. وبالتالي لما جينا للماتشات المهمه المؤثره اللي ممكن في زياده الوقت فيها تعمل لنا مشكله رجعنا للاصل تاني. ده حصل على الواقع، على ارض الواقع. لو جبت الارقام، انا مسجل الارقام عندي في اشواط 1 واشواط 4 واشواط 3 واشواط 5، الموضوع ما زادش الزياده اللي احنا شفناها في الدور الاول. وبالتالي بكلمك ان احنا يمكن مارسينانك اللي زود في النهائي 8 و7 ده اللي كانت يعني مختلفه في الادوار الاقصائيه او الادوار المهمه في الاخر. لكن هو طول الوقت يعني الناس بيعملوها برضو في الادوار التهديديه مش مؤثره قوي زي الادوار النهائيه او الماتشات المؤثره في دور 16 لنهايه البطوله. فهي القصه عايزه تدار بعقلانيه زي ما قلت لك، بالذات في مصر. احنا عايزين في مصر ما نوصلش لمرحله ان احنا نزود ضغط على حكامنا. ادي كل فريق حقه وادي الوقت لكل فريق، مفيش مشكله خالص، لكن في نفس الوقت ما نزودش الزياده اللي ممكن تضر بال 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 بالمنظومه بالكامل، او نتكلم كلام كتير، لان انت في حاجات من كريم ممكن نوصلها نقعد نتكلم فيها ونحكي فيها كتير. طب لو زادت الدقيقه دي ليه؟ طب الدقيقتين دول زادوا ليه؟ طب ده الوقت جه بعد الوقت اللي هو حسبه وقت بدل ضايع، وهنخش في قصص احنا في غنى عنها. لكن انا بقول لك برضه المبدا العام كل واحد ياخد حقه، مفيش مشكله خالص، بس بدون مبالغه في الوقت بدل الضايع. كابتن جهاد، اخر حاجه، هل عرض عليك انك تتواجد مؤخرا في لجنه الحكام المصريه بقياده كلاتنبرج؟ لا خالص، ما حدش عرض عليك؟ لا خالص. هل انت شايف ان اللجنه محتاج يتضم لها عناصر جديده؟ والله بص، انا كريم اللي متاكد منه ان الاضافه الكبيره اللي كنا منتظرينها في احنا بنتكلم في 7-8 اسابيع مش حاسين بيها. يعني بنتكلم ان احنا طول الوقت مساندين على فكره التجربه، احنا مساندين ليها وعايزينها تنجح. عشان برضو زي ما قلت، مش عشان خاطر مارك نفسه، عشان خاطر التحكيم المصري. لكن احنا مش حاسين بفرق شاسع او حاجه ملموسه في التحكيم المصري الفتره اللي احنا فيها دي. الاخطاء موجوده وبنقول عليها زي ما بنقول الايجابيات، بنقول الاخطاء الموجوده وموجوده كتيره. طب انت كنت مستني ايه كابتن جهاد؟ كنت مستني ايه تبقى اضافات ملموسه؟ يعني عايز انت كمشاهد عادي موجود بتتفرج على التحكيم المصري، في حاجه فرقت من الموسم اللي فات للموسم ده. مش موجود الحاجه اللي ممكن نقول ده جالنا خبير وكلفنا قد كده فبالتالي الدنيا اختلفت. لا، ده مش موجود على ارض الواقع. لكن بنتكلم ان احنا نتمنى يحصل ده، نتمنى نحس بالقصه دي، ونتمنى نحس ان في تغيير في الـ في الـ في الـ في التحكيم المصري حتى بعد كاس العالم. واللي شفناه في كاس العالم فدلوقتي بترجع للتحكيم المصري، هتبقى في مقارنه يعني. بس يا كابتن جهاد، بتحصل مع الجمهور. يا كابتن جهاد بعد اذنك، بعد اذنك، هو مش رئيس لجنه الحكام لما يبقى اجنبي كمان مش بيبقى عامل زي المدرب كده اللي محتاج شويه وقت عشان يصلح ويعدل؟ يا راجل برضو 8 اسابيع، هل ده رقم كافي ان احنا نقول انه مش حاسين بفرق، ولا مستنيين شويه وقت كمان؟ هو خد الموسم اللي فات 4-5 اسابيع، كان معاك الموسم اللي فات بيتفرج. فاحنا كان معاك نهايه الموسم ومعاك فتره اعداد قبل الموسم، وبالتالي 8 اسابيع. احنا كله متوقع او منتظر من الخبير الاجنبي. حتى لو كده يعني حاجه تبقى ملموسه. لغايه اللحظه اللي كانت فاضيه مفيش حاجه ملموسه تقول ان احنا فرقنا من مسافه. مش عايز يا كريم نوصل ل 100% ولا 90%، انا عايز اوصل ان تبقى الحاجه اتغيرت تغيير ملموس. صحيح، ده مش موجود. لكن اتمنى له طبعا الفتره اللي جايه في تغيير ملموس. هو الراجل رجع بقى والمفروض يستقر بقى مع الحكام، لان كان الفتره اللي فاتت موجود بخارج مصر. فاتمنى الفتره اللي جايه مع تركيزه والناس اللي موجوده معاه، اتمنى لهم طبعا كل التوفيق لصالح التحكيم المصري ان شاء الله. ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب نكمل مع حضراتكم اخبارنا النهارده، ونبدا بقائمه نادي الزمالك ليه مواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز. طيب قائمة نادي الزمالك لهذه المواجهة ما فيهاش تغييرات كثيرة عن قائمة المباراة الماضية. في حراسة المرمى كالعادة محمد عواد ومحمد صبحي، في
في خط الدفاع عمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزه المسلوسي واحمد فتوح، وفي خط الوسط محمد اشرف رؤى وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وامام عاشور ويوسف ابراهيم اوباما وسيد عبد الله ومحمود عبد الرازق شيكابالا مع احمد مصطفى زيزو، وخط الهجوم موجود فيه سامسون اكينولا ويوسف اسامه نبيه مع يوسف حسن وبالتاكيد سيف الدين الجزيري. اما تشكيل نادي الزمالك المتوقع لهذه المواجهه فهيكون كالتالي: محمد عواد في حراسة المرمى، خط الدفاع هيبقى فيه حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المسلوسي وأحمد فتوح وسيد عبد الله نيمار، في خط الوسط مع محمد أشرف رؤى وعمرو السيسي وإمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري. ده تشكيل المتوقع لهذه المواجهة، التشكيل زي ما حضراتكم شايفينه ده تشكيل أقرب، وإن كان أحيانا بيلعب طبعا مع بسيف الجزيري وزيزو اتنين مهاجمين لو بيلعب 3-5-2 إلا لو غيرها 3-4-3 ولعب إمام عاشور كجناح ناحية الشمال. الزمالك بمناسبة تشكيلة فيريرا المتوقعة لهذه المواجهة، كلام كتير عن فيريرا مكمل مع نادي الزمالك ولا جوزالدو فيريرا لعمل إنجاز عظيم جدا الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر بقائمة يعني مش مكتملة خالص بسبب إصابات وسبب إيقاف القيد. صحيح النتائج السنة دي فيها بعض التعثرات ولكن قليلة جدا وتغيير كتير في طرق اللعب، لكن يبقى هو واحد من أحسن المدربين الأجانب اللي جم في الكرة المصرية. عشان كده الزمالك بيستعد لتقديم عرض جديد للبرتغالي جوزوالدو فيريرا المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده، والإعلان هيكون في أقرب وقت ممكن. أمير مرتضى المشرف على الكرة تحدث بصفة مبدئية مع فيريرا ورحب فيريرا بالأمر وطلب أن يكون هناك بعض التفاصيل الخاصة في الفترة اللي جاية في أول جلسات التفاوض الرسمية. لسه مع نادي الزمالك، والزمالك بيستقر على إعارة كل من حسام أشرف وسيف فاروق جعفر في يناير اللي جاي، وفي مفاوضات قوية من اللاعبين مع بعض الأندية وعلى رأسهم سيراميكا كليوباترا وسموحة، وفي موافقة من جانب نادي الزمالك على رحيلهم على سبيل الإعارة في نهاية الموسم الحالي. الزمالك من جانب آخر بيرفض تماما تماما رحيل يوسف أسامة نبيه وبيبدأ مفاوضات التجديد معاه عشان يكمل مع الفريق الفترة اللي جاية ويفضل موجود يدعم تشكيلة الفريق، خاصة أن فيريرا بيعتمد عليه بشكل كبير جدا سواء على دكة البدلاء أو بشكل أساسي في تشكيلة الفريق. ده من نادي الزمالك. أما من اتحاد الكرة فحكاية كارلوس كيروش بصراحة كده حكاية بقى دمها تقيل من الكل بيه هو كمان بصراحة، يعني دمها تقيل، بس أنا مش بلومه قوي، يعني هو سنة يعني حاجة بسيطة، بس اتحاد الكورة ما تخلصونا يا جماعة من فلوس كارلوس كيروش. الراجل كل شوية طالع عمال يشرط في حياتنا كلنا، أنا مش فلوسي وأنا ما خدتش فلوسي من اتحاد الكورة وبيانات وقصص وحكايات، وحسب معلوماتي يعني هي فلوس قليلة جدا، بس نخلص يعني نخلص. هو عموما الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة عقد جلسة مع كيروش في قطر على هامش نهائي كأس العالم، وكان في تقريب في وجهات النظر بشأن أزمة مستحقاته المتأخرة. جمال علام وعد كيروش بصرف مستحقاته المتأخرة الخاصة بمكافأة بطولة كأس العرب وباقي مكافآت الفوز أو الوصول أو وصول لنهائي بطولة أمم أفريقيا، وجمال علام قال له احنا هنحل المشكلة بس مش هنقدر نسدد لك غرامة الكاف اللي وقعها عليك أو وقعها على كيروش يعني، وكانت ب 25,000 دولار بعد اعتراضه على حكم المباراة على اعتبار أن اتحاد الكرة لا يتحمل غرامات المدربين طبقا للائحة اتحاد الكرة. حتى دي ينفع تعدي مع طبعا يعني أنا ما بحبش أخش قوي في الأمور الإدارية والقانونية عشان ممكن اتحاد الكرة يدفع 25,000 دولار لكارلوس كيروش، بس ده يدينه يعني يدين اتحاد الكرة اداريا، فما اقدرش اقول روحوا ادفعوا لهم من جيبكم ونخلص، بس نشوف لها حلول يا جماعه، نشوف لها حلول.
اكيد ليها مخرج. انا فاكر تحديدا بصراحه يوم مباراه كوت ديفوار دي، كارلوس كيروش عمل حركه ذكيه جدا. هو اعتراضه على الحكم وتفاصيل اللي عمله ده كان بيرفع ضغط كبير جدا على اللاعبين في ارضيه الملعب، بس ده ملوش علاقه بقانونيه الموضوع ولا ينفع ولا ما ينفعش، بس نحاول نخليه ينفع قانونيا. نحاول برضو، مش بقول انه اتحاد الكره كده اجرم واخطا 100%، بس لو لها مخرج نخلص، عشان هو واضح انه بيشرط طول الوقت ما بيسكتش، فنخلص بقى من الحكايه دي على جنب وخلصنا يعني. له ما له وعليه ما عليه، وضرب المنتخب واللي قال عليه كويس قال عليه كويس، واللي قال عليه ما كانش كويس براح يعني، خلصنا يعني فتره وانتهت، نخلص بقى منها كلها يعني. ما نقدرش كل شويه نسمع مستحقات كارلوس كيروش، مستحقات كارلوس كيروش. بالمناسبه بالمناسبه بالمناسبه، الجهاز المعاون اللي كان مع كارلوس كيروش، وده بقى ممكن يدافع عنه اكتر شويتين ثلاثه، لسه ما خدش كل مستحقاته المتاخره من اتحاد الكوره حتى هذه اللحظه. حتى هذه اللحظه انا اتحدث عن الكابتن دياس سيد والكابتن محمد شاوي والكابتن عصام الحضري، دول حتى هذه اللحظه ما خدوش باقي مستحقاته. نكمل في اتحاد الكوره، بس نروح ليه مارك كلاتنبرج كان لسه بيتكلم عنه الكابتن جهاد جريشه، وقال انه ما شفناش فرق كبير معاه حتى هذه اللحظه في التحكيم في الكره المصريه. مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام اتحاد الكوره اقترح عليه انه يتم الاستعانه بالكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق في لجنه الحكام، وبحسب اقتراح من جمال علام رئيس الاتحاد، ولكن كلاتنبرج رفض الامر وقال ان انا هكتفي بالموجودين حاليا في اللجنه، مش هضم اسماء وعناصر جديده لهذه اللجنه. هو حر. اللجنه فيها دلوقتي الكابتن محمد فاروق والكابتن تامر دري واحمد ابو العيله وايمن دجيش، دول الموجودين في اللجنه في الوقت الحالي، وهو مش عايز يضم عناصر جديده. انا قلت الكلام ده للكابتن جهاد وهو معايا على التليفون وهكرره تاني، تجربه كلاتنبرج محتاجينها تكمل شويه يا جماعه. هي برضو منظومه ما كانتش مثاليه، هو مش جاي على منظومه مثاليه فبيحدث فيها، لا هي منظومه كان فيها مشاكل عديده منظومه التحكيم في مصر، وبالتالي اعتقد هو محتاج وقت، بس بشرط يكون بيشتغل وطبعا الشهر اللي فات ده كله كان واخد اجازه في كاس العالم، كان بيحلل الاداء التحكيمي في كاس العالم، يكون بيشتغل بقى باي طريقه ما، معرفش بيشتغل كان بيشتغل ازاي، بيعيني الحكام ازاي، لما هيرجع مصر يبقى موجود هيشتغل ازاي، المهم يشتغل ونسيب التجربه تاخد وقتها عشان نعرف نقيمها. انا ضد دايما تقييم اي تجربه بدري من اول يومين ثلاثه، نسيبها شويه شويه، دي اللي هي ايه موسم، نكمل الموسم بيه وساعتها بقى نقول ايه والله هو عمل كويس كده وما عملش كويس كده، لكن من دلوقتي هنقيم يبقى بدري قوي 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 في رايي يعني. طبعا خبراء التحكيم اكيد بيبقوا فاهمين في امور التحكيم وشايفين تفاصيلها اكتر مننا جميعا. رابطة الأندية حاليا بتجري مفاوضات لبيع وتسويق الدوري لراعي جديد، ومن بين الأمور اللي هيتم التفاوض بشأنها ملف البث وتطوير عملية نقل المباريات لرفع قيمته التسويقية، ثم بعد ذلك ننتظر لي أو ننظر لتقنية الوقت بدل الضائع والتسلل لتطبيقها، ولكن الأمر يحتاج بعض الوقت بسبب التكلفة الكبيرة لتطبيق التقنيات الجديدة. ده الخبر، ماشي الحال، أدام بناخد خطوات حلوة في التسويق، خطوات حلوة في التصوير، خطوات كويسة في التحكيم، يبقى ماشي الحال، نسقف ونشيد ونقول يلا أدينا ماشيين. خطوات بقى بطيئة سريعة، بس هي خطوات اسمها خطوات، بنخش لقدام ما بنرجعش لورا. مسؤول اتحاد الكرة قالوا أنه تم تعيين الكابتن فتحي نصير في اتحاد الكرة مدير لإدارة القطاعات بالاتحاد بهدف الاستفادة منه في تطوير مسابقات الناشئين، ومفيش كلام صحيح خالص من اللي اتقال انه هيبقى مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم، هو فقط مدير للقطاعات عشان يطور مسابقات الناشئين. اسم كبير ومحترم طبعا وله خبرات عديدة وكبيرة وعظيمة الكابتن فتحي نصير. بكرة إن شاء الله في الدوري المصري الممتاز مواجهات في منتهى القوة في الجولة الثامنة، إنبي هيواجه الإسماعيلي، الإسماعيلي اللي بيعاني كثيرا الساعة 3:15، وطلائع الجيش هيواجه البنك الأهلي الساعة 5 في نفس التوقيت، هيواجه فاركو النادي الأهلي،
وآخر مباريات اليوم هتبقى مواجهة تجمع الزمالك بفريق حرس الحدود. كلام لسه عن كأس العالم، مش عايزينه يخلص، فقلنا النهاردة نكمل شوية كلام عن كأس العالم، ناخد منه شوية توابع حلوة. يعني هيكون معايا بعد الفاصل إن شاء الله الأصدقاء الأعزاء محمود أبو الركب، آسر حسين ومحمود ضياء، نتكلم معاهم كثيرا عن كأس العالم، ملخص وحصاد لهذه البطولة الكبيرة الرائعة الأفضل على مر التاريخ بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، شرفني ونورني في هذه الفقرة محمود أبو الركب ومحمود ضياء وآسر حسين. حبايبي دول، حبايبي كلهم النهاردة، بص في ابتسامات، ابتسامة عريضة عشان ميسي خد كأس العالم. عامل يا حود؟ لا ابتسامة عريضة عشان هنرتاح بقى بعد شهر جري في الكرة وفي الملاعب ايه هنرتاح. حلو نرتاح بجد. نرجع بقى نلعب على الواقف. لا نرجع نلعب على الواقف. نرجع نتفرج على الواقف. نتفرج على الواقف. عامل ايه يا حود؟ مشرف ومنور. ربنا يخليك كريم، سعيد جدا موجود معاك. وانا كمان والله حود، مشرف ومنور حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله. ياسر اخبارك ايه حبيبي يا كريم؟ وحشني ومبسوط اني مع ابو الركب ومحمود اول مره. محمود داخل النهارده تحسه شمتان فيا. يعني هو محمود اصلا حسيت كده، مش معايا في فريق كريستيانو رونالدو، بس هو شمتان فيا وانا قعدت اقول له ان انا فرحان بميسي. هو مش مصدقك. انت كنت فرحان؟ انت كده كده بتشجع الارجنتين، كنت فرحان جدا بجد والله. والله احكي لي طيب احساسك مع الهدف الثاني لكيليان مبابي في الشوط الثاني اللي هو جه في الدقيقه 82. وانا ما اتحركتش مكاني اصلا من اللحظه دي لحد الساعه 10:30 مثلا بعد الماتش بساعه. مش قادر ثبت. انا عايزك بس تلاحظ ان كريم رمزي ابنه اسمه كريستيانو. يعني بس عشان لا ما احنا مش هستر عليا، احنا عايشين مش هستر عليا، عايشين هستر عليا. الناس كلها عارفه كريم، هستر عليا. ده موظف الصحه ما رضاش يكتب له رونالدو، والله ما رضي بتاع السجل المدني. قال له يا بيه يا كريستيانو رونالدو مش هحط لك الاثنين، انت ايه بس. مره ده حاجه كمحمود، مره بالمناسبه يعني حاجه بعيده عن اللي احنا بنقوله ده خالص، داخل عند دكتور في البنت الممرضه اللي بره بتكتب الاسم كده، فبقول لها كريستيانو كريم على ابني يعني، فقالت لي كريستيانو ايه؟ قلت لها يعني هو كريستيانو اللي سهل وكريم صعب، يعني كريم اللي صعب بالنسبه لي. يعني عارفه كريستيانو هي عطلت في كريم ومشي. ادي اسم كريستيانو ايه؟ كريم يعني. فانت كنت مبسوط جدا صح كده؟ طبعا. الكره الاخيره بتاعت فرنسا حصلت فيك ايه؟ ما اتحركتش انا. بص لا الكره الاخيره بتاعت فرنسا بتاعت كولومواني. كولومواني خلاص، ما استني جون خلاص خلاص، هي وهي نازله في الهواء هما ثلاث ثواني كده قلبك بيقف خلاص، هو الكره راح جون خلاص. خلاص تاكدت ارجنتين بطل عالم. ما هي دي بعد مع الكره دي طبعا. ما هي دي تشبه كره شيفتشينكو مع دوديك في نهائي دوري ابطال اسطنبول طبعا، وتشبه كوره اتلتيكو مدريد مع في نهائي ميلانو 2014 لم تخن الذاكره لحد الدقيقه 90 تقريبا 1-0 اتلتيكو مدريد، راحوا بكوره كاراسكو ضاعت من على الخط بطريقه عجيبه، ردت راموس التعادل. هي الكوره بتبقى كده، انت بتبقى خلاص جاتلك فرصه تخلص كل حاجه، وبعدين ارجنتينا طلعت ليد على الماتش، فرنسا رجعت، ارجنتينا ليد، فرنسا رجعت، وجات لك فرصه تقطع بطاقتك. ما جاتلكش الفكره دي ليه لما ميسي شاط الكوره وشالها لوريس؟ ده لا لا لا، لانه لوريس عمل تصدي ممتاز جدا، ما كانش فيه فرصه لفرنسا طول المباراه بسهوله الفرصه دي صح، ولا كان في لحظه خوف على ارجنتينا زي الدقيقتين دول تضيع حاجه وانك تبقى مهدد تبقى مفتوح. ارجنتينا خسرت كل البوزيشن بتاعك، كانت بتلعب جيم بوزيشن. اول ما رودريجو دوباول خرج، رودريجو دوباول يا كريم احنا اتكلمنا معاك قبل كده عليه، عمل واحده من افضل بطولات العالم تقريبا، ده افضل لعيب في الارجنتين طول البطوله، لعيب بيلعب شادو لميسي، بادي جارد لميسي في الملعب. المباراه دي كمان الشوط الاول عمل بره الملعب كمان انا عمل 45 دقيقه كان مبهر طبعا. الكيك كله راح لدي ماريا والحركه اللي عملها سكوني من زون دي ماريا، بس دي بول عمل اصلا شوط اول مرعب اكتر من الشوط الثاني كمان. طبعا انت فرحان للاوتارو مارتينيز مش فرحان لليونيل ميسي؟ بص احنا ما بنحبش نتكلم عن نفسنا، احنا من 82 عندنا ريكورد يا كريم يحترم، لازم تقول كده على الهوا، مش عشان انا وابو الركب انتريستا معاك النهارده اتحدث وكانه مشجع لانتر. يعني مين. احنا من 82 ما فيش لعيب غاب يعني من ايام وبايرن، يعني صراحه انتر وبايرن ما غابش لعيب عن الفاينل من 82، من ايام رومينيجي والتوبيلي مرورا بلاوتارو اللي لعب في ناحيه يعني بايرن كومان واوباميكانو. فاحنا لاوتارو شال الكاس يعني، فاحنا عندنا لعيب من اول بطل العالم من 2006 من ايام ماتراتسي حبيب ابو الركب. تحبه انت؟ ده هو ده لعيبه المفضل الماتريكس. واحد ما بحبوش في حياتي والله يا ريته لعب
صح يعني ماتراتزي ده بجد. بالنسبه لي اسوأ كابوس في حياتي. بص انا بشوفه دلوقتي اصلا في اي ايفنت ولا اي مباراه ولا بتاع انا بكره حياتي. الناس ما بتبداش النقاش مع بروكب لما صرح بده. يعني هو لما قال انا طلع انا مقطع بطاقتي انا بحب انا من اللعيب المفضل ماتريكس ماتراتزي خلاص الناس ما بقتش تتناقش معاه عرفت خلاص ان الراجل ده الساده المشاهدين يفهموا ماتراتزي ده هو صاحب الضربه بتاعت زين الدين هو اللي ضرب زيدان برده ضربه زين الدين ده اللي زيدان ضربه يا جماعه انتوا يا جماعه مش كده يا جماعه ظلم والله الكره لعبه ظلم على نفس الفكره ميسي يضرب واحد على القلب من الخلف الحكم يطبطب عليه واحد يعطس جنب ميسي الحكم يديله انذار ورونالدو نفس الموضوع يعني اضرب غلط فيك غلط فيك ويوم ما اضربك هتيجي تقول لي انت اللي غلطان هو انت عايز تقول ان زين الدين زيدان حلو التوبيك ده تعال نقولها بقى تاني من الاول عايز تقول ان زين الدين زيدان اللي كان في قمه عظمه مستواه اعظم اداء فردي في تاريخ كره القدم ديجو أرماندو مارادونا كأس العالم 86 زين الدين زيدان كأس العالم 2006 صح من أعظم الأداءات الفردية إن لعيب سولو يلعب كده يشيل فرقة ويطلع شايل منتخب على صح كده عايز تقول لي زيدان اللي لعب في إيطاليا ولعب في فرنسا ولف حوالي إيطاليا حتة حتة ولعب في إسبانيا ولعب دوري أبطال عمره ما تشتم ولا تنغز ولا استفز ولا حاجة عايز تقول لي كده يعني ده اللي حصل لا ما نقولكش ده نقص خبرة مش نقص خبرة ده لعيب ضايع لحظة جلوري لحظة مجد في مقابل لعيب تاني بذكاء الملعب قدر إنه يعمل موقف زي ده زي ما كليني جاب كان اسمه ايه اللي شده من ساكا مش كليني جاب ساكا خد تعال راح فين خد تعال انت هتجري ده انا عندي 38 سنه هجيبك منين صح تعال هي دي كره نفس المنطق هل زين الدين زيدان بعد كل اللي عمله في البطوله ده وكل اللي قدمه ودي اخر لقطه في كاريره هيعمل كده وينهيها كده لمجرد استفزاز عادي مجرد لقطه عاديه لا استفزاز سوبر الله يفتح عليك لا انا معاك برده استفزاز زيدان لعيب مفضل يا سيدي ماشي لا استفزاز سوبر يا سيدي مين الملام انت بتلوم اللعيب اللي عمل الكره فيها استفزاز فيها استفزاز انت بتلوم طبعا لما حصل لازم هم طبعا حصل شبهها كريم السنه دي مع داروين نونيز واللي حصل انه هو اللي تعاقب وكلوب طلع قال في المؤتمر الصحفي انت اللي طلعت عن اعصابك والملام اللعيب اللي خرج عن اعصابه بنفس المنطق يعني واحنا في الزمن ده وفي العصر ده بريمير ليج وداروين نونيز مدفوع فيه رقم كبير جدا ليفربول كسر فيه قاعده الصفقات يعني العقوبه كانت عليه فانت بالتالي لو طلعت عن شعورك انت الملام رجوعا بقى لو طاروا الناس في القهوه كانت بتبص لي كل ما يضيع كوره انا يا جماعه مش مسؤول عنه والله كل ما يضيع هجمه ادي اللعيب بتاعكم انا مش عارف اعمل ايه وانا لسه كنت بقول لمحمود قبل ما نخش على الهوا انه تخيل لو طاروا مارتينيز بياخد كاس عالم اجبره ما خدش كاس العالم هنا كريزو ما خدش كاس خلوه يشيلوا امبارح ستوتا ما خدش كاس شالوا امبارح اهو كده معاهم باولو مالديني ما خدش كاس العالم باولو مالديني ما خدش كاس عالم وماتراتزي بقى بطل العالم دي من ضمن المفارقات في الكوره انت في حاجات ما حاجه مؤذيه قوي حاجه ما تقدرش يعني من اكتر الحاجات مثلا انا بحبها ان بوفون لحق كاس عالم انه خد كاس عالم صحيح. بوفون ده ما ينفعش ما ياخدش لا كاس عالم ولا دوري ابطال اوروبا فده انصاف يعني مباراه امبارح شفتها ازاي بشكل عام يعني بص عارف اللي هو انت بتخلص السباق باستعراض صح هي كانت كده كاس العالم كله مبهر صح فخامه في التنظيم بص احنا جبنا جوان كتير قوي احنا مين المجتمع العربي جاب اجوان كتيره جدا في كل حاجه اجوان في التنظيم اجوان في الثقافه اجوان في طريقه التقديم اجوان في الفخامه اجوان في الابداع اجوان في التكنولوجيا في كل حاجه اجوان في المباريات عملنا انجازات مرعبه الفرقه العربيه المره دي اكبر انتصار عربي واغلى انتصار عربي كان السعوديه على الارجنتين تيجي نلعب اللعبه دي يلا مين اللي فاز بكاس العالم الارجنتين ومين الفريق الوحيد اللي فاز على السعوديه اللي فاز على الارجنتين في كاس العالم السعودية. يبقى مين بطل العالم بطل العالم مش هقولها طيب مش هقولها هتبقى عليا انا انت عملت جوه انا بقالي يومين بيتحفل عليا فعايز امشي معاك واحده واحده فاحنا عملنا كل حاجه طبعا انجاز عظيم وعبقري للمنتخب السعودي المغرب منتخب الارجنتين المغرب طبعا وانجاز العظيم تونس حتى تونس غلبت وصيف العالم طبعاً. الهزيمه الوحيده لفرنسا فالفرقه العربيه ادت اداء رائع جدا الجمهور السعودي كان فكت البطوله طبعاً. دمه خفيف جدا وبيأدي حاجات جميله المنتخب المغربي وجمهوره الرائع جدا الاداء الجميل مباراه النهائي ذات نفسها مباراه بست اهداف واحده من اجمل نهائيات كاس العالم خلي بالك دايما نهائي كاس العالم بورينج دايما نهائي كاس العالم الا يمكن مباريات استثنائيه يمكن في في في, في المانيا الغربيه يمكن وبعض المباريات اللي كان فيها لا دي مباراه امبارح تريلر صح استعراض محمود لما شفت دي ماريا في التشكيله الاساسيه للارجنتين تخضيت ولا قلت حلوه المفاجاه دي بص هو انا كنت منتظر ان يلعب ثلاثة او يلعب بباريد زي ما لعب 4 4 2 قدام كرواتيا بس دخول دي ماريا كان مفاجئ والمفاجاه الاكبر كان هو لعب فين في الملعب يعني كان خلاص لما بدا دي ماريا تمام فهي 4 3 3 ازاي نستغل المساحه اللي في ظهر امبابي مع توسيع الملعب والكلام الجميل ده في ناحيه اليمين فجاه لقيت كمان دي ماريا بيروح ناحيه الشمال صح
المفاجاه الاكبر ان في الملعب المنظر كان مختلف تماما. مفيش حد كان منتظر ان فرنسا تقعد 45 دقيقه ما تدخلش منطقه الجزاء الارجنتين. صفر لمسه جوه منطقه الجزاء، صفر تسديده او محاوله تسديد حتى على المرمى. فالارجنتين بتتسيب مباراه كامله بالطول والعرض بسبب لقطه من سكالوني فاجئ بيها الكل، سواء المتفرجين او حتى ديدي شون بنفسه اللي في رايي ما كانش يعني ما كانش جبان خالص، وقرر ان هو يغير في الملعب مره واثنين، مره بخروج جيرو ديمبيلي وبعد كده خروج جريزمان افضل لعيبته في رايي في البطوله، بعد كده امبابي وتشيو هرنانديز وسيو هرنانديز كمان الباك الشمال. فقرر ان هو لا انا عايز اخاطر يا اما خلاص ما عنديش حاجه اخسرها تاني. والحقيقه ان خروج دي ماريا على عكس ما كان ناس كتير شايفه ان هو كانش ينفع يخرج، فهو كان ما عندوش حاجه قدام اكتر من كده، خلص بدنيا خلص من قبل الماتش ب 10، قبل ما يخرج ب 10 دقايق هو مش قادر يمشي. صح. فكان منطقي ان هو يخرج، بس هو ما كانش الكلام على خروج دي ماريا على قد مين نزل مكان دي ماريا. اه البديل في اصلا هو الناس تنتقد ان هو من اللعيبه القليله جدا في المنتخب الارجنتيني. هو كان الناس منتظره ان يبقى فيه ليساندرو مارتينيز فيلعب بثلاث مدافعين او يدخل باريدس، نفس الكلام اللي كان موجود على بدايه الماتش في التشكيل. هو اتصور ان كان هدفه ان كينجز ليكومان لما نزل في الناحيه دي هو ان هو يامنه بلاعب تاني، اكونيا وتلافيكو الاثنين يبقوا قدام بعض، بحيث ان هو يحاول على قد ما يقدر يقفل الخطوره اللي هو خلاص دي ده الشيء الابرز في منتخب فرنسا، مع ان هو مؤيد الناحيه الثانيه كيليان امبابي. بس طبعا الارجنتين بعدها بربع ساعه مسيطر على كل شيء لحد لحظه ضربه الجزاء، كل حاجه اتقلبت من لحظه ضربه الجزاء مش من لحظه خروج دي ماريا. فهي حاجه بدايه او حاجه يعني بتتحط فوق الحاجات اللي عملها سكالوني طول البطوله عشان يغير في شكل فرقته اللي كان صادم جدا للكل قدام السعوديه ثم المكسيك. في خلال فترات البطوله واحده في واحده بيغير كل حاجه شويه، دخول انزو ودخول الفاريز حاجه تحسب تماما لسكالوني في بدايه البطوله اصلا ان هم يخشوا التشكيل الاساسي، وهكذا بالتدريج لحد ما وصل ان هو يبقى بطل البطوله بسيناريو يعني ما حدش كان منتظر. اي حد في خياله كان ممكن يقول ان الارجنتين تخلص ماتش خلاص تعادل ولا ضربه جزاء او ان اي حد فيهم يكسب الثاني، بس ما كانش في حد متخيل تماما السيناريو اللي وصل ليه النهائي. عظيم عشان انت اخر واحد في القصه بتاعت الارجنتين وفرنسا ديت، عشان شايل لك خير في اللي جاي. طيب ماشي، شايل لك خير لو كده. اوكي انا كده معاك. طيب يلا بينا، اول واحد في حاجه فيها خير كبير قوي. لا حلو جدا. من الحاجات اللي كانت ملفته في المباراه ديت، او مش المباراه دي بس، فرنسا مع ديدي شام في كل المباريات اللي لعبوها في البطولات السابقه، هو عاده ديدي شام في المباريات الكبيره اللي زي دي غالبا بيسيب الكوره في البدايه وبعد كده يشتغل على تحولات هجوميه ويستغل سرعاته ويغري المنافس انه يسيب له الكوره، وده تصورت انه حصل مع الارجنتين في بدايه المباراه. قلت اه هو ديشام سايب الكوره للارجنتين، ولكن الارجنتين مسكت في الكوره وما سابتهاش، ومنعت كمان ان فرنسا تعرف تخرج بالكوره على غير العاده يعني، وتعرف تعمل تحولات لدرجه ان امبابي اول شوطه ليه كان في الدقيقه 70. ازاي سكالوني تفوق التفوق ده كله على ديشام في هذه المباراه؟ كلام سليم يا كريم. يمكن ديشام عنده طبعا افضليه انه استقرار مع الفريق 10 سنين. الناس بدات تتكلم او تنتقد طريقته انه المنتخب الفرنسي بالدبث سكواد دبث او برفاهيه الاختيارات في العناصر يطلع من المنتخب ده بالعناصر دي كوره اعلى من دي بكتير. هو راجل براجماتي بيلعب على قد الماتش، لكن راجل بيقول دي طرقي إيه وانا مؤمن باسلوبي وخدت بيه بطوله 2018 وخدتها كلاعب وخدتها كمدير فني. سكالوني الحقيقه التحيه ليه على المرونه التكتيكيه وتغيير كل مباراه على قد ما هي محتاجه. شفنا في ماتش هولندا بغير ال 4 4 2 بلعب ب 3 5 2 او 5 3 2 في حاله الهجوم، فكره الوينج باك مولينا اللي كان بيقدم مستويات متواضعه جدا، يبقى الوينج باك اليمين، ميسي في لمحه من لمحاته الاسطوريه يدي له اسيست لحد النهارده مش عارفين هو شافه ازاي، يدي التقدم لمنتخب الارجنتين على مباراه هولندا ويفاجئ فانجال بالارث الكروي اللي عند فانجال وتاريخه. النهارده نفس الكلام حصل امبارح في البطوله، فاجئ الكل انه رمى دي ماريا ناحيه شمال وفاجئ ووتر ديشامب جدا، وقدر انه يكيف الاختيارات بتاعته على حسب المباراه. بعتقد الشوط الاولاني منتخب الفرنسي افضل مشاهد او افضل متفرج ياخد جايزه افضل متفرج على اللقاء. هو ما دخلش الجيم وما كانش موجود، تسيد الارجنتين زي ما انت كنت بتقول يا كريم، الاستحواذ حتى مع الارجنتين عرفوا ازاي يخطفوا الماتش. دي ماريا ضحك على ديمبلي، قدر ياخد ضربه جزاء حتى الناس بتقول سوفت بنالتي او يعني بسيطه، لكن قدر يضحك عليه يحط الارجنتين في مقدمه وجد تاكيد بالهدف الثاني. حتى التغيير اللي حصل في اخر الشوط الاولاني كان في استعجال وتوتر كتير جدا من ديشون لما عدل. انا بعتقد ان فرنسا دخلت المباراه كريم في اخر ربع ساعه لما حصل في الدقيقه من اول دقيقه التغييرين اللي حصلوا في الدقيقه 71 دخلت فرنسا اللقاء وقدرت انها ترجع للقاء. فبالتالي سكالوني الحقيقه لازم غير الاستحقاق والانجاز ده عمله لازم نبروز ده كريم، انه واحد من مدرب مساعد وبدايات بسيطه جدا بدايات متواضعه جدا لمدرب مساعد في اشبيليه مدرب مساعد في ارجنتين الى ان اصبح رجل اول. الان سكالوني بيجمع بين المدرب الوحيد الارجنتيني الوحيد اللي جمع بين كوبا امريكا ورجع كرامه التانجو او منتخب الارجنتين بعد 28 سنه انت مش عارف تاخد كوبا امريكا، وهدف طبعا دي ماريا في الماراكانا الهدف الاسطوري ده. النهارده بيجمع ما بين كوبا امريكا وكاس العالم، النهارده بيبقى تاني اصغر مدير فني
في العالم بيحصل على كاس العالم بسن 44، هو اصغر مدير فني في البطوله بالمناسبه. والمفارقه كريم، مين الاول بقى اصغر مدرب؟ هو سيزار لويس مينوتي في 78 اللي كان برضو ارجنتيني وكان عنده 39 سنه. فبالتالي كل اتحاد سكالوني كوره بتكافئ الجريء المدير الفني المجتهد اللي زي ما هو كان حاسس انه عايز يكافئ ميسي في نهايه مشواره ويتبروز ال 16 17 سنه متعنا فيها، هو كمان كوفئ بانه حصل على اللقب ده. انا شايل لكم حاجه، شايل لكم لعبه، هنختار تشكيله المونديال. هنختارها بطريقه مختلفه شويه بدل ما كل واحد عرفت انت تقول ايه. عرفت طالما انت شايل له حاجه حلوه يبقى اختار حاجه بقى مش هينفع اختارها. الله اكبر بس واضحه. وعشان ما نسيبش الفضل لنفسي، كان معايا جو امبارح وهو اللي اقترح عليا القصه دي، ما نسيبش الفضل لنفسي. فانت اللي هتبدا بحارس المرمى. اوكي، حارس المرمى اللي انت هتقوله محمود ومحمود مش هيقولوه. اوكي، عشان ناخد اكبر مجموعه ممكنه من اللاعبين. ماشي، انحياز عربي طبعا. طبعا اللي انت عايزه انحياز عربي بحت. ياسين طبعا، ياسين بونو طبعا. انا اعتقد انت نزلت، انت كده سهلتها لمحمود المحظوظ. عشان ابصيلهم حاجه، ابصيلك حاجه. ايميليانو مارتينيز. ايميليانو مارتينيز رايت باك. انت لازم تاخد اللي بعده عشان حكيمي. حكيمي حارس مرمى. جيمس بيكفورد. بيكفورد عمل كره بجد. عمل كره حلوه جدا جدا. انا مش فاكر الحقيقه كانت في مباراه ايه. عملها بكف ايده كده وعمل بعديها ريباوند تاني. كانت لقطه انا اول مره اشوف حارس انجليزي بالجوده دي، حتى ديفيد سيمن بالمناسبه يعني برضه جاي تاني بيكفورد دي جدا. حتى ديفيد سيمن بالمناسبه خلي بالك من الحراس النادرين جدا في البطوله. الحراس اللي تقدمهم هم ياسين بونو وإيميليانو مارتينيز. بقيت البطوله الحراس زي بعض. مندي عنده اخطاء. ليفاكوفيتش بالمناسبه حارس كرواتيا كان متوفق جدا جدا في المباراه اللي لعبها، مباراه نص نهائي، مباراه ربع النهائي برازيل. ربع النهائي برازيل كان متوفق جدا جدا فيها. خرج اكتر مره خروج خاطئ، ولحسن حظه كان دايما تصرف بيبقى خاطئ من المهاجم، فظهر انه حارس كويس. في لقطه جت بالمناسبه للوكا مودريتش في الفندق بعد ماتش البرازيل، بيقول له يا ابني انت كويس، لقطه اتحط على السوشيال ميديا، انت كويس، انت خفت غلط؟ كل الناس بتغلط، ده انت كنت احسن واحد امبارح، ما تخافش من الماتشات. هو غالبا اللي هو يا جماعه انا عملت احسن حاجه عندي، مش عايز العب تاني. فده اللي موجود يعني. هايل. انت قلت الرايت باك، هجي لك انت في اختيار تاني. رايت باك حكيمي. لازم اختار حد غيره؟ طبعا. دي اللعبه. انت خدت حكيمي. دي اللعبه. خدت حكيمي مش بص، هو ابنك البار. ابنك البار الطائر. لا ما هو انت مسميه اسم، خليني مش عارف اختار. لازم تختار مخرج. عشان خاطر ابروكو هنختار دومفريس. نحاسب اولادنا في انتر. انا كان رايي برضه دومفريس دي حاجه كويسه. عشان الجول اللي جابه في امريكا بس يا كريم. رايت باك غير دانزل دومفريس وغير اشرف حكيمي. صعبه قوي دي. كرواتيا. يوروفيتش. يورانوفيتش. يورانوفيتش. طبعا يورانوفيتش كان اكتر ممتاز. حاولت ان انا اتابعه، بس مشكلتي لما بتفرج على جناح طرف بشوفه بيلعب في 3 5 2 ولا لا. دي مشكله كبيره قوي. مش كده اشرف حكيمي بس. اشرف حكيمي من احسن الناس في المكان ده في العالم. هو دانزل دومفريس خليفه اشرف حكيمي. بس مشكله بدون مخ يعني. رايت باك مين؟ يورانوفيتش. حلو. استاذ محمود تختار سنتر باك. مش كل واحد بقى يفتكر تشكيلته عشان انت اللي هتصعبها كده يا حوته. جافارديول جامد. جابر خد اجمد واحد. قائد المنظومه اللي استقبلت خمس اهداف، هدف منهم هدف عكسي، اقوى دفاع طبعا رومان سايس. حلو. في الحالات اللي زي دي هو واحد بس. ماليش غيره. انا بحب اختياراتك. بيبي. فكر 39 سنه. بيقدم بكل قوه. بيسجل في كاس العالم. زي ما هو زي حطت ايدك ما تغيرش، بيلعب بقوه على كل كوره، تدخلات بدنيه، قياده في خط الظهر. حماده طلبه البرتغال. حلو والله. انا عاجبني تشكيله الغلابه اللي انت بتعملها. الله. بيكفورد وبيبي وبتاع. ما انت عمال تسال يمين بس. طيب سنتر باك تاني. سنتر باك تاني اهو. هات تياجو سيلفا. شفت اهو خلاص، ما هم خدوا كل ال سنتر باك تاني. كريستيانو روميرو. روميرو الارجنتين طبعا. سنتر باك تاني. هو ما لعبش كتير وده كان غريب بالنسبه لي، لكن المنظومه يعني هو كان وقده يعني. انا شايف ان اوتاماندي عمل بطوله كبيره جدا. ما لعبش لساندرو انا اقصد، لكن هو اعتمد على اوتوماندي وانا شايف انه ادى كويس قوي. حلو. رغم سنه الكبير. صح. ليفت باك يا محمود. ثيو هرنانديز. ليفت باك. ده فرايل باك الشمال الوحيد غالبا في البطوله. طب خلاص ما تبصعبهاش. ده مش باك الشمال الوحيد في البطوله. انا عارف ان هي صعبه فعلا. ديفيز كندا. بس ديفيز كندا ما كانش بيلعب ليفت باك، كان بيلعب في كل حته.
يعني هو مركزه الاساسي خلاص بغض النظر ان هو بيعمل جورج ويا مع كندا. ودي كده في تشكيلتك هتحطه ليفت باك. انا هلعب وانا مش دي تشكيلتي. بالظبط. وهو بيلعب دي ولا لا بيلعب؟ هلعبه مهاجم يعني ممكن اقول لك بريسيتش. بس خسايب بريسيتش برده عشان ما نبوظش شغل الزملاء. مش هخش على شغل بعض. ما انا لما هو لعب ليفت باك بريسيتش بالمناسبه في مباراه الثالث الرابع بدا ليفت باك. عجيب بريسيتش ده. ده عظيم. هيخلص كاس العالم دي وهتلاقيه بيلعب كره شاطئيه زي كاس عام 2018. بس عام 2018 هيلعب طايره بقى. خسر نهائي العالم وراح لعب مع منتخب كرواتيا في نهائي الطايره الشاطئيه. صحيح. في نهائي العالم الطايره الشاطئيه خلص يعني مش عارف الحقيقه دي بتيجي ازاي يا كريم. بطل بيلعب نهائي العالم امام فرنسا روسيا 2018. خسر المباراه بعد اسبوع اللعيبه كلها على البحر وهو راح لبس مايو وبيلعب نهائي العالم مع منتخب كرواتيا في الكره الشاطئيه فولي بول. حسام باول. مش انت جبت احمد طلوع وحسام باول ليفت باك؟ بص ممكن اثنين. يعني ممكن اخد لوك شو. ماشي. ممكن في لعيب يعني فاجئني لانه بطبيعه الحال مزراوي لعيب بايرن ميونخ وبيلعب في واحد من اكبر الانديه لكن لما نزل وخد الفرصه يحيى طلعت عمل ماتشين كويسين قوي قوي قوي. حلو. منهم طبعا ماتش البرتغال اللي عمل فيه الاسيست الهدف نصيري العظيم. طيب مين في نص الملعب؟ تبدا بيا تاني. طيب نبدا برضو بحول عادل. نبدا برجالتنا برضو. نحط مرابط وبعد كده يجي اي حد جنبه بقى. مرابط. طبعا بطولته. حلو. بطوله عظيمه سفيان مرابط. طبعا بطوله عظيمه. مين تاني جنبه؟ مارسيلو بروزوفيتش طبعا. دايما بالنسبه لي خيار اول في كل العقد اللي بتتحل في مباريات. بالمناسبه بروزوفيتش اكبر ظهور لي ما كانش في البطوله دي. بروزوفيتش في 18 كان افضل من كده. السنه دي بيلعب وهو راجع من اصابه ما لحقش يعمل ريكفري. خلي بالك بروزوفيتش حكايته زي حكايه لوكاكو زي حكايه دي ماريا. اكبر معدل جري يا بروكب حتى رغم انه رجوع من الاصابه. صح. بالظبط. بس هم الثلاثه راجعين على عاية مش راجعين سلام. ودي ماريا ما كانش عنده هاجس في حياته الا كاس العالم لدرجه انه لما اطرد في ماتش مونزا في ايطاليا كانوا بيقولوا ان دي ماريا قاصد يطرد بضرب كارت احمر مباشر مش عايز يلعب اي مباراه اخرى الا ما يخلص كاس العالم. عظيم. وانه بيستعد لكاس العالم. ونفس القصه لمارسيلو برازيتش. فبالنسبه لي واحد من اهم اللعيبه. مين في نص الملعب؟ تشواميني. تشواميني. مين في نص الملعب تاني؟ كوفازيتش. 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 مين في نص الملعب تاني؟ مودريتش. مودريتش. جريزمان. حلو. انا عجبني. ينفع اسحب كوفا؟ ماشي. رودريجو دي باول. معلش. صح. يعني معلش برضه كنت بادئ بيه فافتكرتك هتختار. يعني انا برضه حاولت ان انا ابقى لطيف فلقيت الشباب يعني. بس عجبني قوي ان انت اخترت كوفازيتش اصلا. لا كوفا بص ده رائع. بص كوفا ده عامل زي الملح. يعني كوفا في كوفا لعيب من اول ما ظهر. ماتيو كوفازيتش لما لعب مع انتر وعنده 17 سنه كان جايب تقويم مش عارفين الانتر ساعتها كان حضانه لانه كان عنده كوفازيتش وكوتينيو والاثنين في ثانويه عامه. فانت بتتفرج على ماتيو كوفازيتش من هو لعيب بيلعب كل مراكز نص الملعب السنتر ميدفيلدر متكامل بيلعب دستروير بيلعب لعيب بوكس تو بوكس بيلعب لعيب مودريتور بيلعب لعيب حتى مركز دستروير لما اتلغى وتعريف نص الملعب المتكامل بسبب لوكا مودريتش. ماتيو كوفازيتش بيقدم لك خليط ما بين بروزو وما بين لوكا مودريتش. هو ما عندوش درجه الجوده بتاعه مودريتش وما عندوش الرؤيه بتاع بروزوفيتش لكن عنده نفس معدلات الجري بتاعه الاثنين وعنده نفس القوه والكمال انه يقدر يوصل ليها. لكن رودريجو دي باول الحقيقه هو الاختيار الاول. هنخش بقى على الاربعه اللي قدام. خلصنا كده 4-2. هنلعب 4-2 ايه 3-1. خدنا كام في النص؟ 3. فانت عندك واحد في النص يعني عندنا 3 قدام. عايز 3 في النص. احنا حطينا كده 3 في النص هنلعب ب 3 قدام بقى صح؟ 2 في النص. خدنا 2 في النص. ماشي يعني هناخد 4-2-3-1 اللي انت عايزه. طيب عايز نختار وينج يمين ولا وينج ليفت ولا الثالث الاول اللي انت جاي في نص الملعب؟ هتلعبه 10 وهتلعبه يمين وشمال ولا هتلعب اثنين مهاجمين؟ انا كنت اخترت مودريتش في نص الملعب. مودريتش ومين؟ لا خلاص مودريتش هنقفل على كده ومرابط. معانا مرابط. حلو كده. انت فاضل لك 4 قدام. فاضل لي 4 قدام صح كده؟ ماشي. هتلعب مين 10 مثلا؟ دي 4-2-4 دي يا كابتن اسد. دي خطه شفت دي استاذ حلواني عايزها. عنده 4-2-3-1 دي بتاعت الفيلم دي. عنده 4-4-2 اللي هو عايزه. ماشي. هناخد بقى اللي هيقود الكره العالميه ال 10 سنين الجايين. هناخد مبابي شمال طبعا. مبابي شمال. محمود هناخد عز الدين اوناحي ثالث في نص الملعب. ثالث في نص الملعب. لا انا 3-5-2 فانا هما اثنين مهاجمين. حلو. يعني ما اقدرش استثني طبعا كيليان امبابي لكن هو خلاص اختاره فهلتزم بشروط اللعبه. ايوه. مش هقول لو تارو مارتينيز ما كانش المهاجم الافضل. هو ما كانش من افضل 65 مهاجم في البطوله. لا 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 مش 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 لدرجه دي. هو معاه بالمناسبه ما كانش المهاجم الافضل لكن خلي بالك. لا ما كانش المهاجم الافضل في اللي كانوا بيقعدوا دك اصلا. بطوله سيئه جدا. لا بجد بطوله سيئه جدا. مش شايفه بهذا السوق. انتوا طبعا المهاجم هو الاهداف. ايوه.
وحتى مشاركاته قليله، ولما كان بيشارك ما كانش مؤثر. ده هي لقطه ميسي الخالده سببها لوتارو مارتينيز. يعني تمام. لا يعني مثلا يعني انت عايز تختار. عايز اختار. حقك يعني. مش هنفرض عليك. بكمل بقى تشكيله الغلابه. عشان انا هاخدهم واطلع اقعد بيهم حتى لو عرضت كوبري بقى. صح. طب اختار لاعب كمان. اختار لاعب كمان. اختار لاعب كمان. ايفان بيرسيتش. احط مهاجم. عجبني ايفان بيرسيتش. تشكيله الغلابه فعلا. ايفان بيرسيتش متكامل في كل حاجه. مصير الغلابه. مصير الغلابه. محمود تختار مين كمان؟ انت جامد. هو ما سابوهولك. يعني انا مستني حد ياخده، ما حدش عايز ياخده. ماشي. ليونيل ميسي. خدت مبابي عشان اسيب لك النجم الباروز. بص تلعب بره المنافسه اللي هو يعيشوا انتوا بقى في ميسي على مبابي. عشان ينزل يكسب. عشان ينزل يخلص. اختار كمان لعيب. جوليان الفاريز. حلو. عارف يعني طبعا فرحت ان انزو فرنانديز العين بقت عليه وانه ظهر في البطوله دي وخد افضل لاعب صاعد، بس كنت اتمنى ياخدها جوليان الفاريز. كمان رساله لكل لعيبتنا كريم شخصيه، خد 20 دقيقه في نص ساعه اول ما اداله اساسي 4 اهداف في وقت قصير جدا. يعني تعريف كلمه الامباكت بلاير، يعني اول ما نزل بقى مفعوله في الملعب باين قوي، قد واهدافه كانت حاسمه جدا وقد ارجنتين انها توصل طبعا للنهائي وتحصل على البطوله. محمود تختار مين تاني؟ اخر مهاجم بالنسبه لي اوليفيه جيرو. الله. غلابه. لا يعني دي بقى مش علمان للغلابه. لا بس ده اوليفيه جيرو 37 سنه وبيعمل ايه؟ بيتشقلب. صح. اوليفيه جيرو بيفوز مع الميلان بالدوري. اوليفيه جيرو بيفوز بيخلي الانتر يخسر دوري سهل جدا لانه فاز عليه بديربي. اوليفيه جيرو كان متصدر المشهد مع منتخب فرنسا، هداف تاريخ فرنسا دلوقتي، والهداف التاريخي لفرنسا، واللعيب لشوه اللي بيلعب بدماغه والقوي جدا بدنيا، التركيبه اللي انت بتبني عليها. صح. باستثناء ال 40 دقيقه السيئه جدا لفرنسا امام ارجنتينا في النهائي، وطريقه التغيير وسرعه التغيير لانه خلاص كان مدرب فقط كل شيء. وكان اتقال كمان ان جيرو ما كانش جاهز 100%، كان عنده اصابه عضليه قبل المباراه فممكن ما يكونش جاهز 100%. لو كان فضل في الملعب يا كريم كان سجل. لو كان سابه في الملعب كان سجل، كان جاب الهدف الخامس، هو كان جايب 4. انا يعني متاكد لو كان موجود كان سجل. ده اخر حاجه يستحق يكون موجود في التشكيله. مين تاني؟ اتفق. انا خلاص كملت المهاجمين بتوعي. انت كده 11. لوتارو مارتينيز، ايفان بيرسيتش، و خلاص التشكيل. وجيرو. محمود فاضل لك كام واحد؟ فاضل 2. 2 قولهم. فانا كده ممكن ادي اطلع جريزمان قدام. ايوه. واخد ماكريستر بقى تحت، يلعب ماكريستر وتشواميني وناحي. وكده قدام ميسي وجريزمان مين بقى ممكن يكون مهاجم اخير؟ ارشح لك بوفال. يعني لا مش عاجبني. يعني هو كويس قوي كاداء، يعني وكور كريت هو وحكيمي ومش عارف، بس مش عارف يعني مش حاسه يكمل ميسي وجريزمان. مش كده مفيش مهاجم تاني في البطوله. يعني ده ميسي وجريزمان يسلموا على سفيان بوفال. ميسي يا جماعه اللي انتوا طالعين بيه السما في اخر امطاره، ميسي يا جماعه كان لازم الكوره تنصف. ميسي يا جماعه يعني ميسي حاجه كده. طبعا تخضيت فما تخضش. انت تخضيت. مفيش هتقول ايه لو انت هقلب الاستوديو يجري. لا انا لسه مستني. انا ما اخترتش. ما هقول لك انا السبب، انا ما اخترتش ميسي ليه؟ خلاص يا جماعه يعني طلع بقى ميسي من طلع ميسي من ميسي كان ناقصه كاس العالم وجه. خلاص يعني كان عارف، كان كون جمع كل حاجه. انا فهمت التوسو ده. فاكر الجدون اللي كنا بندور عليه كلنا؟ هو لقاه. خلاص سيب بقى الناس تاكل عيش. خلاص يعني بالظبط. يعني سيب الاولاد يلعبوا. سيب اللعيبه الطبيعيين. سيب الاولاد يلعبوا. سيب اللعيبه اللي في كوكب الارض. سيب اللعيبه. ميسي انسان استثنائي. يعني فكرت في المهاجم يا محمود تاني؟ انا هاخد برونو فرنانديز. كياد قوي الواد ده برضه. كياد قوي محمود. اكثر لاعب برتغالي شارك في اهداف من سنه 66 في نسخه. ده كان بيلعب عندنا فين في الدوري الايطالي ده يا اسر؟ كان بيلعب فين في الدوري الايطالي؟ في فرقه صغيره. ايوه فرقه صغيره. فرقه صغيره. فرقه كبيره. في سامبادوريا. فعلا. سامبادوريا من حيث التاريخ والعراقه عنده حاجات كبيره اكبر من الانديه اللي صنعت في انجلند. احنا هنبتدي بقى نطلع مشاكل. طيب محمود فاضل لك مشاكل كبيره كده صح؟ انا محمود ولا اسر؟ سوري اسر معلش. انا ممكن ابقى محمود. عادي خد بقى. انا بحاول احفظ تشكيلاتكم بس انا كله دخل في بعضه خلاص. حبيبي يا كريم. كل واحد حافظ تشكيلته بقى. بص انا هاخد مش هتنيها لبروكه بقى يا كريم. هنشوف اللي جايين. العناصر اللي جايه بقى. هاخد بيلينجهام، فاضل لي واحد في نص الملعب، هاخد جاكبو قدام. حلو جاكبو دي. حلو حلوه جاكبو دي. حلوه. كان لازم. عجبتني. بعدين احتمال يجي عند حبايبك فنشوف القصه. مانشستر؟ اقرب نادي ليونايتد. خلاص. يبقى مستوى. ربنا يستر عليه. يبقى مستوى. يعني انا عايزه يجي مانشستر يونايتد بس لو عشان بحبه على مستوى الشخصي انا بكلمه. خايف عليه. هنصحه. يعني ما تعملش في نفسك كده. من زمان. قول لي. ايوه بالظبط. قول لي تشكيلتك بقى يا ياسر كده كام. خلاص كده نقولها. ماشي. ياسين بونو طبعا عملاق المغربي. ناحيه اليمين انت كنت حكيمي. مين خد حكيمي؟ انا خدت حكيمي. والله طب انا خدت مين؟ دومفريس. ازاي انسى؟ ناحيه الشمال قلنا لوكشو او يحيى عطيات الله. في القلب رومان سايس وجنبه فارديول. اوكي. انت بتاخد جنب فارديول. اوتاميندي. انت انا خدت اوتاميندي صح. وسط الملعب بقى عندنا بيلينجهام وعندنا
مودريتش. حلو. ولعبنا قدام بمبابي وميسي وحطينا في نص الملعب كمان بيلينغهام وقدامهم جاكبو، وكنت انا مختار جولين الفاريز كمهاجم تاني. هايل. محمود. إيميليانو مارتينيز، حكيمي، جافارديول، روميرو، ثيو هرنانديز، تشواميني وماكاليستر. ماكاليستر صح، انت قلت ماكاليستر. ومين الثالث؟ وعز الدين اوناحي. انت قلت تشواميني كمان. تشواميني تشواميني وماكاليستر واوناحي، وقدام ميسي وجريزمان وبرونو. سلام. تشكيله الغلابه ابو مرتب. على مستنيين كمان اخر عشان تشكيله الغلابه. بيكفورد حارس المرمى. قلنا مين؟ قلنا يورانوفيتش راي باك. هلعب 3 5 2. بيبي، تياجو سيلفا، ماركينيوس، دول الثلاثة. لا ما قلتش ماركينيوس، قلت ديفيدز. العب سيرد باك ثالث كمان في 3 5 2. ايفان بيرسيتش ناحية الشمال. الثلاثة اللي في نص الملعب رودريجو دو باول، مارسيلو بروزوفيتش. قلنا مين تاني يا اسر؟ انت اخترت في نص الملعب، انت اخترت كوفاسيتش صح؟ قلنا بروزو كوفا ورودريجو دو باول. ورودريجو دو باول صح كده؟ والاثنين مهاجمين لاوتارو مارتينيز واوليفيه جيرو. السلام. عرضيات حتى كروسات من كل الاطراف وجري بقى من على الاطراف. جيرو 3 5 2 سهل. لاوتارو مارتينيز وجيرو، يعني تقول لحد مثلا اشكاله المونديال لاوتارو مارتينيز وجيرو. والله تشكيلات حلوه قوي. انت لو كسبتهم اصلا انت خلاص، انت احسن من. انت قلت لي اصلا مين اللي خد، مين اللي ما خدش؟ اسكالوني خد مع الارجنتين كاس العالم. مين بقى المدربين؟ احنا قلنا الكلام ده قبل. مارادونا ما خدهاش. احنا مش بس سان باولي. لا ده انت ابدا بقى من كده، ابدا من مارسيلو بيلسا. ايوه مارسيلو بيلسا ما خدش كاس العالم، اللي هو بيخترع الكره، ما فازش مع الارجنتين من كاس العالم بالاجيال العظيمه اللي خدها. خوزيه بيكرمان في 2006 مع فرقه، كان مع فرقه مرعبه طبعا. دييجو ارماندو مارادونا ملك الكوره، ما فازش مع الارجنتين بكاس العالم كمدرب. سابيلا 2014 ما فازش مع الارجنتين بكاس العالم، خسر بلاسيو ضيع قدام نوير، وبعدين ماريو جوتسا حط الكوره في 2014. 2018 كان مين؟ كان سان باولي، خورخي سان باولي. ما فازش مع الارجنتين بكاس العالم. وجات لسكالوني اللي هو لعب في لاتسيو ولعب في اتلانتا، وهي دي خلاصه هو درس المنهج هناك، والمقوله اللي بتقول ان اللعب في ايطاليا اشبه بالحصول على الماجستير بعد التخرج. وده سبب كافي جدا ان انت تعرف ان اي واحد ده من الشرب من نيلها في ايطاليا اكيد عنده قدره وحبكه كرويه كامله انه يقدم تنوع خططي كبير احنا شفناه طول البطوله. ممكن اروح قبل ما نروح لفاصل بس اسالك سؤال، بما انك اخترت تشكيله الغلابه تمام، بحط فيها كريستيانو. كريستيانو غلابه؟ ده مش الغلابه ده. لا هو ده زعيم الجاحدين. هو مهما حصل هو دلوقتي بقى غلابه. لا لا بطل البطل. انا بزعل قوي على فكره، تشكيله مونديال ما فيهاش كريستيانو رونالدو. انا بزعل جدا من الموضوع ده، لانه انا باللون اللي انا خدته ده ما يجيش معايا، ده راح مع البهوات. عارف محمود ده بيعمل ايه بالظبط؟ بلاش انا اتكلم، هو بس انا خليني ساكت وشايل جوه قلبي. الكوره لعبه، الكوره لعبه غداره. كريستيانو رونالدو يا زمن. والله العظيم يتقال عليه كده. محمود ما يحطوش في تشكيلته. ومحمود قاعد معايا كمان وعمال يقول لي خليني ساكت على كريستيانو رونالدو. ماشي ماشي يا زمن. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نواصل ان شاء الله، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. ضياء، لو قلت لك اختار لي افضل لاعب في البطوله تختار مين؟ ميسي بروك بلادي عادي بقى، كل واحد ممكن. لا إيميليانو مارتينيز بصراحه حلوه. إيميليانو مارتينيز كنت لسه حاجه، انا اصل لعيبه الصاعده وابتدى لسه العب شويه. لا إيميليانو مارتينيز مصاب من 30 سنه، فمش هيخش في الصعيد. لانه إيميليانو مارتينيز عارف اللي هو كومينج فروم نوير. انا سرحت في إنزو فرنانديز. لا إيميليانو مارتينيز طبعا جول كيبر. كلهم ولادنا. انا صد ضربات الجزاء كان مؤثر جدا. اللقطه بتاعه الانفراده دي ما زلت حتى الان معتقد ان هي دي نقطه كاس العالم. هي دي كاس العالم فعلا، هي وضعت تصدي كاس العالم. فبصراحه اعتقد انه هيكون الكره اللي شالها في ماتش استراليا كانت صعبه جدا. لكن الماتش دي كانت اخر دقيقه كانت صعبه جدا طبعا. طيب اسر، خد بالك انا دلوقتي بايظ في قصه محمود دي، فاهم؟ معانا المحمودين النهارده. معايا كنا بنعمل برنامج زمان انا وكريم سعيد واحمد عز الدين، كان عز يعني هو اللي بيتعذب في القصه دي. كريم ان هو دايما كريم الناس بتقابلني في الشارع. العين الثالثه. ازيك يا كريم؟ العين الثالثه. ازيك يا كريم؟ انت الثلاثه كريم. اسف اتفضل. احسن لاعب مبابي قلبا وقالبا. كريم مش عشان بس هو اللي جاي والكوره بتاعته السنين اللي جايه، شخصية قوية جدا. الهدف ده انا بعتبره الهدف الاجمل، انك تاخد القرار في التوقيت ده تجيب الجون بالطريقة دي قدام الارجنتين في نهائي كاس العالم، هاتريك في كاس العالم، شخصية كبيرة جدا. 12 هدف في 14 مباراة، محدش عمل المعادلة دي او الايكويجن دي غير بيليه.
بيكسر ارقام في وقت، بعدين تلعب بطولتين صح واصل نهائيين متتاليين، جايب فيهم 12 هدف، 4 اهداف في 2018، 8 اهداف في البطوله دي في وجود ميسي ووجود العتاوله التانيين، بالتالي لعيب كبير جدا. اعتقد ان هو لو ما كانش بس التوهج، وطبعا انها بطوله اسطورتنا الحياه ميسي، يعني كان هو بقى اللي واخد عناوين المانشيتات. افضل صاعد في البطوله؟ بص هقول لك افضل صاعد في البطوله، بس انا عندي ملحوظه على كيليان امبابي. الرايه اتسلمت رسمي، اللعيبه الاليت، انت النهارده كريستيانو ميسي بيفيد اوت. قبل يمكن كريستيانو ميسي كان في اليت كتير، كان في رونالدو، كان في كاكا، كان في رونالدينيو، كان في لعيبه اليت كتيره، كان في ديدي دروجبا، كان في لعيبه اليت كتيره على الكره الانترناشونال. دلوقتي بعد كريستيانو ميسي اللعيبه الاليت ما بقتش في نفس الليفل بتاعهم. امبابي هو اللعيب الاليت الوحيد اللي واضح قدامك دلوقتي، هو اللعيب الوحيد اللي استلم الرايه حرفيا، هيبقى ميجا ستار لسنين وسنين لو ما حصلش اصابات خطيره او ما حصلش حاجه عطلت المسيره. لاعب صاعد بصراحه، يعني بحاول ان انا احطه في منتخب المغرب، لانه منتخب المغرب قدم وجوه كتيره، مش بالضروره في مستوى السن. طبعا ما يصحش نقول على اشرف حكيمي لاعب صاعد، لانه ما نقدرش وناحي سنه 23 يمكن، صح كده 23 يمكن، ان انا احط لازم احط وناحي عز الدين وناحي موجود، لانه لفت الانظار بشده، وده لازم يكون تطور للكره المغربيه، يستحقوا بصراحه. حتى سفيان مرابط في ترشيحي لافضل لاعب في البطوله، لو انا يعني اعرف اعمل فلاش باك كده 30 ثانيه احط ايميليانو مارتينيز، خلاص هو احتفل بالقفاز الذهبي، سفيان مرابط لازم يكون من المرشحين لافضل لاعب في البطوله. بيلينغهام مش عشان انه متقال من الاول ان هو واحد من اهم البروسبكتس، يعني عشان البطوله اللي قدها، الشخصيه اللي ظهر بيها. عارف الانجليزي يقول لك يو كان ران ميد فيلد لوحدك. في ماتش فرنسا اللي كانت في انجلترا في الملعب احسن، لكن فرنسا بخبراتها قدرت تحسم المباراه، واعتقد كان بيلاعب وسط ملعب حوده فرنسا لوحده. الحقيقه في السن ده شخصيه كبيره جدا جدا بيلينغهام، بعتقد انه كمان هيكون لعيب وسط ملعب الاهم في الفتره اللي جايه. محمود اعتقد بين انزو فرنانديز وجوفارديول، بس ممكن نقول انزو فرنانديز بما ان هو البطل واللاعب اللي غير كتير في وسط الارجنتين، هو اللي كسبها رسمي كمان. ما كانش حد منتظر كتير ان يعني مع غياب لوسيلسو مع قله جاهزيه باريدس، ما كانش منتظر كتير قوي ان حد، او يعني مين اللاعب اللي هيغير ده في وسط الارجنتين. بعد اول ماتشين انزو فرنانديز عمل ده كويس جدا. طب قبل ما اروح لفاصل عسير، تختار افضل مدرب؟ المفروض اختار سكالوني، بس طبعا طبعا اختار ريكراكي طبعا. طبعا بقناعه. بص يعني لو قعدنا نشكر المغرب على حاجات كتير ودروس كتيره في الكوره بره الكوره، زي ما بروكب كان بيقول، بشكره على فكره فن المستحيل، وضرب بعرض الحائط فكره كلمه التمثيل المشرف دي، خلاص مش هتبقى في القاموس. فبشكر ريكراكي طبعا افضل مدرب. حمود سكالوني. سكالوني سكالوني تنوع خططي كبير جدا، مباريات ب 3 5 2، مباريات ب 5 3 2، مباريات 4 4 2 فلات، 4 3 3. هو بيدرب الارجنتين، يعني معاه كل الادوات اللي تمكنه من كده، لكن بشجاعه، بقرارات مصيريه، بقرارات حاسمه، بمفاجات. ريكراكي عمل بطوله ممتازه جدا، لكن تقدرش تستثني مدرب هو بطل العالم. هحس ان هو ده جحود كبير قوي، انه بطل العالم هو ميسي، بطل العالم هو، حتى انا اهزر اقول لو تارو مارتينيز، بس سكالوني مش موجود وسط المجموعه، فهو واحد من افضل المدربين. محمود شايل لي حاجه. سكالوني لا، سكالوني تاني اهم ليونيل في التاريخ. حلوه دي قوي، ليونيل سكالوني جد. يعني انا في رايي ان طبعا الكل رايح في اتجاه ميسي، ان هو ميسي في النهايه، وهو المبدع، وهو اللي قفل اللعبه، واللي كمل البازل اللي كان ناقصه، كل الحاجات دي جميله جدا. بس سكالوني من ساعه ما كان، انا مشجع الارجنتين من سنه 2000 تقريبا، ده المدرب الوحيد اللي شفته عنده شيء يقدمه للارجنتين. من سنه 2000 كل اللي احنا ذكرناهم قبل الفاصل دول كلهم ما قدموش اي شيء للارجنتين، يمكن مستقى سابيلا لعب على قد امكانياته بكل هدوء، وفي النهايه بلاسيو وهيجوين، وحتى ميسي ضاع كره في 2014 فكان النتيجه النهائيه. لكن فعلا سكالوني من ساعه وجوده، كمان الفتره اللي قبله كانت فتره من الخطام، الارجنتين مش موجوده في اي شيء، حتى نهائي الكوبا ما بقوش بيوصلوه، خسر من البرازيل في نص النهائي، خروج بدري جدا من كاس العالم 2018. فرايس كالوني عمل جيل جديد، او مش جيل جديد، بس بنى الارجنتين من الحطام عشان يوصل ان انا بطل العالم. طيب هنسال اسر ومحمود، ومحمود بعد الفاصل. لاعب خذلك في البطوله، منتخب خذلك في البطوله، ومدرب خذلك في البطوله، خليكم. هذا البرنامج برعايه
اكتر بالكنترول. فليك المانيا نوير. تفضل. مدرب خزلك، منتخب خزلك، ولاعب خزلك. فليك المانيا نوير. انت قاتل المانيا كلها. ما خش بقى عشان بيقول لك دقيقتين. خش ثلاثه. خد بقى الزملاء ثلاثه. ده خلص بسرعه. ادي ادي اخر بقى اللي يسال قبل الفاصل. حوشهم. انا منتخب اختار الدنمارك. انا كنت اتوقع منتخب الدنمارك بعد اللي قدمه في اليورو في التصفيات وبتاع ان هو يقدم بطوله احسن من كده بكتير، مش تخرجوا من الدور الاول يعني. فده اول حد. مدرب فليك، مش هختلف مع بروكب، لان المانيا وفليك نفسه كشخصيته اللي بيقدمه كان منتظر انه يعمل حاجه عظيمه، كان منتظر اكتر، مش لازم يكسب بطوله بس اعتقد كان المفروض يروح ابعد اكيد من الدور الاول يعني. صح. لاعب خذلني مين؟ هو صاحب الفكره الجميله. هو مين صاحب الفكره الجميله؟ هو صاحب هو كان مين صاحب؟ انا مش فاكر. نوير مع اوليفر بيروف. بس مش حاسس ان في لاعب جوه الملعب يعني، حاسس ان في لاعب جوه الملعب اكيد عمل حاجه. مين؟ لا مش اختار رونالدو بلاش عشان ما تبهليش. لا مش اختار رونالدو، مش اختار رونالدو. مين ممكن يكون؟ اختار لوتارو مارتينيز. لوتارو مارتينيز. لا قتلت انت بالركب. ماشي قتلني معاه ليه كده؟ حود انا بحب استني اكتر منه كده. لا لا تعالى بحب. انا بحب اسوء لاعب. مش متحمل شويه. لا مش هو خزلني منه. خزلني منه حاجه كبيره وهو ما ادناش. اوكي لو كده ماشي. لا مش اسمه منتخب. ممكن اختار منتخبين، بلجيكا وقطر. ماشي. لعيبه دي بروين ولوكاكو. ممكن ابو ركب يزعل مني بس يعني ما هو غايب طول. انا عارف انه جاي من اصابه بس يعني النسخه اللي جايه لنا من تشيلسي مش النسخه. ان شاء الله يرجع. مدرب يعني. مدرب مارتينيز طبعا، مدرب بلجيكا، وكمان انا ناس بس اسم مدرب قطر. الاثنين خذلوني جدا. فليكس سانشيز. فليكس سانشيز كنت مستني حد. فليكس سانشيز الثامن. الثامن في ترتيب الاعلى دخلا. وقدم انا طبعا ما انتوا تقولوا، بس كنت مستني حد يقول منتخب خذله صربيا يعني. انا كنت ممكن بعد الدنمارك. ممكن بس الدنمارك اكتر لانها دور اول. كنا بنتكلم في منتخب بوصل سيمي فاينال يورو بتاع. صح. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا يا كريم، نورت كالعاده. شكرا جدا، سعيد كنت موجود معاك حبيبي. محمود شرفت الدنيا حبيبي. كريم ربنا يخليك. شرف معاك مع الشباب. اسيا دايما مبسوط انت موجود. شكرا كريم انك قعدتني القعده الحلوه. حاسس مع اصحابي انا اللي انبسطت النهارده والله معاكم جد. انا بشكرك شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10 مع احلى قعده كوره ممكنه يعني. اشوفكم يا رب على الف خير.